إذاعة الشباب من سلطنة عمان. خليجي 22. بالتوفيق لمحمد ربيع وفي مواجهة لحارس المرمى وليد عبد الله. يلا يا حظ يا الله يا رب يا مبروك. خليجي 22 خليجي 22 يلا يا حسن في الجول. خليجي 22. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الرياضيين والعشاق لخليجي 22 والمترقبين لخليجي 22، حياكم الله ومساكم الله بالخير عبر برنامج خليجي 22. نرحب فيكم مستمعين وين ما كنتوا في الحلقة الثالثة من برنامجكم خليجي 22. هذا البرنامج يأتيكم عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. احنا بدأنا معاكم مستمعين يوم الأحد ومستمرين إن شاء الله إلى نهاية الخليجي 22. اليوم الكابتن أحمد مو موجود معي للأسف الشديد، يعني أكيد نوجه تحية، وجه تحية كبيرة لأستاذي أحمد الحمداني، ما موجود معنا لظرف ما، إصابة، عنده إصابة يا عبد قل بعيد الشر عنه طبعاً، بس احنا كده بلهجة الرياضيين بما ان البرنامج رياضي اصيب شوي في التدريبات في الحصة التدريبية اللي كانت اليوم، لكن ان شاء الله بينضم لنا خلال الايام الجاية ان شاء الله. نرحب فيكم اكيد مستمعينا. كابتن عابدين شو اخبارك؟ كيف كان التدريب اليوم؟ حصتين مسائية وصباحية ولا بس مسائية؟ بس مسائية؟ خلاص. عموما كم باقي؟ بكرة ايش؟ الاربعاء؟ خلاص يوم واحدة فقط تفصلنا مستمعين عن خليجي 22 اللي راح تنطلق بإذن الله هذه الدورة في نسختها 22 هناك في الرياض. اليوم مستمعينا أيضا نواصل دعمنا الإيجابي لمنتخبنا الوطني اللي وصل اليوم إلى الرياض. معاكم احنا مستمعين من الحين بإذن الله من الساعة 8 إلى الساعة 10 إن شاء الله وكل تفاصيل خليجي 22. تمرك محمد حلل الجمهور، تمرك محمد حلل الجمهور، ولدك يا عمي بيد واحدة تنوي بشومة عمانية، يبوك البطولة عمانية، أنا عندي كلمة حلل الجمهور كونوا معانا بيد واحدة. عمان حي الله بجيره عمان، حاضرين عمانيين حاضرين. وهذا العمانياكم وشعر سيف المقدم عمانية، وهذا العمانياكم وشعر سيف المقدم عمانية، وشعر الأحمر هذا سيد الملاعب، هذا من هو الأحمر هذا سيد الملاعب، هذا من هو الأحمر هذا سيد الملاعب، هذا من هو الأحمر هذا سيد الملاعب، أشهد إنه عماني في الملاعب دوم طالب، هذا من هو الأحمر هذا سيد الملاعب، أشهد إنه عماني في الملاعب دوم طالب، هذا من هو الأحمر هذا سيد الملاعب، قادر سيد الملاعب، قادر والرب قادر ينصره ويسعد بلاده،
ضيعت يسير الجاسم. يلا يا محمد ربيع، يلا يا محمد ربيع، بالتوفيق بالتوفيق لمحمد ربيع. وفي مواجهة لحارس المرمى وليد عبد الله، يلا يا حظ يا الله يا رب يا مبروك. والله مستمعينا، واكيد نرحب بكل من ضم لنا للاستماع لبرنامج خليج 22. احنا معاكم مستمعينا لدعم منتخبنا الوطني في مسيرته في خليج 22 اللي راح تنطلق ان شاء الله يوم الخميس القادم في الرياض. معكم مستمعينا في حلقه الليله في الاعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشيه، وفي الاخراج الكابتن عبدين البلوشي. مستمعين نرحب أكيد بالجميع اللي حاب يتواصل معنا عبر رسائل 90456 والتغريدات عبر صفحة البرنامج على تويتر بعنوان برنامج خليجي 22. اتصالاتكم أكيد نستقبلها مستمعين، اللي حاب طبعا أيضا يشارك معنا على 24698151 من السلطنة، ومن خارج حدود السلطنة على 0968246982. نبدأ معاكم مستمعينا بأبرز وأهم أخبار منتخبنا الوطني لليوم. اليوم وصلت بعثة منتخبنا الوطني إلى الرياض، وطبعا تم استقبالهم بالفنون الشعبية السعودية. وصلت بعثة منتخبنا مستمعينا اليوم الساعة 1:15 بتوقيت السعودية أو بتوقيت السلطنة عفوا، وكان في استقبال البعثة أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. استقبل طبعا السيد خالد بن حمد البوسعيد رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم وبعثة منتخبنا في المطار. من أخبار منتخبنا أيضا مستمعينا، راح يبدأ منتخبنا تدريبه أو بدأ منتخبنا طبعا تدريباته المسائية اليوم الساعة 5:15 بتوقيت السعودية، أو يعني الساعة 6:15 بدأ بتوقيت السلطنة على ملعب نادي النصر. هذه مستمعينا من أخبار منتخبنا لليوم، إن شاء الله أيضا راح نتواصل من الرياض في حلقتنا لليلة بإذن الله، وراح ناخذ تفاصيل أكثر بإذن الله. ايضا في سؤال موجه لكم مستمعين اليوم اللي حاب يشارك معنا، ما الرساله اللي تود توجيهها لمنتخبنا الوطني، الرساله اللي حاب توجهها لنجوم منتخبنا الوطني قبل بدايه البطوله بيوم، وقبل ايضا ان يظهر منتخبنا في خليج 22 بيومين، على اعتبار ان منتخبنا راح يلعب المباراه الاولى يوم الجمعه القادم مع المنتخب الاماراتي الشقيق. طموحي يبقى رسم بالاهداف، أنا أبوي طموحي يبقى رسم بالأهداف، يسموك فايز ترى فايز، بوزن أول وزان منهابه الخصم منهابه، نمطر على المرمى بالأهداف، العماني فايز ترى فايز.
لكم مستمعين، رحب أكيد فيكم، تحية لكل الزملاء اللي زايرينا في الأستوديو، من ضمنهم واحد من الزملاء اللي نتابعهم في القناة عمان الرياضية. زارنا هنا الأستوديو وصدنا فرصة أنه يكون معانا، على اعتبار أن أنا اليوم يتيمة يعني بروحي في الأستوديو. في النهاية هو مذيع يعني رياضي، زميلي سعيد الخروصي، مذيع في قناة عمان الرياضية. مساء الخير سعيد، شخبارك؟ أهلا وسهلا سلوى، حياك الله، مساء عليك بالخير والنور، وشكرا على التقديم الحلو، عجبتني يعني طريقة حلوة صحيح. ويعني اليوم كابتننا أحمد الحمداني خلاص يعني كان في التشكيلة الأساسية بس اليوم مو موجود، فش رأيك أنت تكون البديل اليوم؟ والله الحمد بما أنك زارنا يعني تدريباتنا هنا، صارت فرصة أني أكون موجود ضمن الاحتياط، وزين وثق فين المدرب أنه دخلني هنا، وأشكر عبدين طبعا يمكن هو المدرب. لا مدربنا هذا شاب ويثق أيضا. أيوة ما شاء الله. حياك الله سعيد، شيخ بارك. الحمد لله والله تمام. كيف استعداداتك أنت كإعلامي أيضا، عندكم برامج وفي قناة عمان رياضية لخليج 22؟ أيوة. بدأتوا أو بعدكم للحين؟ لسه تغطية ما بدأت لكأس الخليج، ولكن إحنا بدينا من البرامج اللي كانت موجودة معنا سابقا، مثل برنامج عناوين اللي يأتي بشكل يومي من الواحدة حتى الثانية. هذا الصحف، هذا نأخذ الصحف ونأخذ تغطية يومية لمنتخبين يعني يوميا. بحيث أننا نغطي أخبارهم، نقري اتصالات مع المختصين أيضا هناك، في سواء كان صحفيين هناك في بلادهم، بالتالي نعرف آخر التفاصيل بالنسبة لمنتخبات بلادهم، ونعرف إيش أيضا نبض الشارع الرياضي هناك، نعرف كيف ردود الأفعال الثقة في هذا المنتخب أيضا. نعم طبعا إحنا أيضا في برنامجنا خليج 22 معرفة تابعت، إحنا أيضا نتابع المنتخبات. إحنا تكلمنا عن المنتخب البحريني والمنتخب السعودي والمنتخب أيضا القطري. جميل. في المجموعة الأولى اليوم راح نكمل المجموعة الأولى مع المنتخب اليمني، وراح أيضا ندخل في المجموعة الثانية مع المنتخب العراقي. راح يكون أيضا معنا ضيوف عبر الاتصال إن شاء الله للحديث عن المنتخب اليمني والمنتخب أيضا العراقي. أضف إلى ذلك طبعا إحنا نحاول قدر المستطاع أنه ندعم منتخبنا من خلال هذا البرنامج، وإن شاء الله أيضا شعارنا إحنا في البرنامج متفائلون هذه المرة، وكلنا إن شاء الله نكون كذا يد واحدة ومتفائلين، مثل ما قال الميدان قبل شوي سالم السعدي إنه إن شاء الله البطولة عمانية إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. احنا طبعا وجهنا رساله او سؤال لجماهيرنا اللي تسمعنا حاليا او المستمعين اللي سمعنا حاليا، حاب يشارك معنا، ما هي الرساله اللي تتوجهها لمنتخبنا الوطني او لنجوم منتخبنا الوطني؟ اللي حاب يشارك اكيد معنا عبر الرسائل 90456 والاتصالات 24698151 من خارج حدود السلطنه 0969426818. ولا تنسوا تغردوا يا جماعه الخير عبر صفحتنا او صفحه البرنامج عبر تويتر بعنوان برنامج خليجي 22.
نسجل، كان ممكن نسجل قلت لكم، وينجح منتخبنا الوطني على ربيع وفي مواجهة لحارس المرمى وليد عبد الله. يلا يا حظ يا الله يا رب يا مبروك حياكم مستمعينا، نتواصل اكيد معاكم وخليجي 22. طبعا سعيد اليوم وصلت بعثه منتخبنا الى الرياض، وكنت اتابع الصور، يعني في كثير من الصور طبعا نزلت تنزل اول باول عبر الانستغرام وايضا عبر تويتر اول باول، المواقع المختلفه لخليجي 22. بصراحه جهد جدا جميل ورائع للمشتغلين على هذه المواقع بالتحديد، كل التفاصيل أول بأول، من أول ما صعد منتخبنا للطائرة لحد ما كان في الطائرة ونزل والاستقبال، وحتى الأهازيج السعودية تم طبعا استقبال منتخبنا بفنون شعبية تقليدية سعودية، حتى كلها كانت بالصور، يعني تغطية جدا جميلة قبل لا تبدأ البطولة. جميل. طبعا سلوم يعني خلال بطولة خليجي 21 وحتى خليجي 22، العمل كل عمل ما راح يكون على الصحافة الورقية وحتى الصحافة الإلكترونية وحتى نقول إذاعة والتلفزيون، يمكن الناس راح تتجه أكبر إلى وسائل التواصل الاجتماعي واللي هي تويتر بالأخص. نعم. نحن حتى نذكر حتى في خليج 21 كان بعض حتى الصحفيين وحتى الإعلاميين يأخذ يستقل المعلومات من المغردين، لأن هذا أنت أسهل طريقة. نعم. التواصل يعني وأسرع. المعلومة أسرع في أي حدث أمامك على طول أنت بترسل وبتحط تغريدة في تويتر، وبالتالي الناس راح تتابعك بشكل أكبر. أكيد. وبالتالي يعني تويتر هو اللي راح يكون له الشغل الأكبر في خليج 22، خاصة وين يعني راح تكون في الرياض وفي السعودية والمغردين السعوديين ما شاء الله يعني حدثوا الحركة فيها، والمواقع المختلفة سعيد بينها جدا يعني تنافس كبير. أنه كل صفحة من صفحات خليج 22 عفوا في التويتر أو حتى في الانستغرام تحاول قدر المستطاع أنه هي تسابق بالمعلومة وتسابق بالخبر وبالصورة. بالفعل. وأتصور أنه هي نجحت بشكل كبير، لأنه اليوم إحنا شفنا أول بأول وصول منتخبنا، وصول المنتخب القطري والمنتخب البحرين، كل أغلب المنتخبات اللي وصلت اليوم، هذه الأخبار بكرة بتنزل في الصحافة. صحيح. فبتكون كأنها أخبار بايتة، لكن ما يمنع طبعا أن تكون في الصحافة أنه إحنا ما نستغنى عنها، لكن هذا أتكلم عن سرعة أنه الحدث محتاج شغل ومحتاج أيضا معلومة سريعة. صحيح. ويمكن بعض الناس مثل ما ذكرت المعلومة السريعة، أنا ما عندي وقت أني أقرأ تحليل كامل. صحيح. لفعالية معينة أو مباراة معينة، أنا يهمني أعرف النتيجة أو اللي أحرز الأهداف أو يعني أشياء بسيطة، معلومة بسيطة عن المباراة. نعم. أو عن الحدث، وبالتالي هي اللي راح تمشي. وبالتالي يعني الصحافة لازم تدير بالها شوي، وحتى أنت في الإذاعة بعد لازم تدير بالنا شوي، إن عالم تويتر وعالم إنستغرام راح يدخل بقوة. وحتى لو نلاحظ حاليا يعني في البرامج التلفزيونية اللي تبث على كل القنوات الرياضية، إن التويتر والإنستغرام داخل كعنصر أساسي. أكيد. إن نتواصل مع الناس. هو أكيد مكمل. هو طبعا هو مكمل للإعلام التقليدي. عموما مستمعينا، إحنا ندخل أكيد معاكم بحماسكم بكلماتكم الطيبة والإيجابية لمنتخبنا، الكلمة أو الرسالة اللي حابين توجهوها لمنتخبنا الوطني اللي وصل للرياض اليوم وأدى تدريبه اليوم أيضا على ملعب نادي النصر الساعة 6:15 كان التدريب. نستقبل أكيد اتصالاتكم، الاتصالات سعيد على عندما يتصل. إذن للتواصل معنا مستمعين الكرام الهاتف المحلي 24-69-81-51 أو عبر الهاتف الدولي 00-968-24-69-82-18.
أو بإمكانكم أيضا أن تتواصل عبر الرسائل النصية القصيرة 90456 أو عبر تويتر @خليجي 22. وبإمكانكم تكتبوا بالعربي حتى برنامج خليج 22 على طول تظهر لكم الصفحة. على فكرة في الصفحة بتشوفوا صورة منتخبنا الوطني، وإن شاء الله يا رب منتخبنا يحقق نتيجة إيجابية بإذن الله. عبدين داخل في المنافسة أنت بعد على تويتر ها؟ تويتر عنصر مهم سعيد. طبعا كثير من التفاعل على فكرة عبر صفحة البرنامج في تويتر، راح نقرأ إن شاء الله التغريدات، وأيضا راح نأخذ بعض الرسائل على 90456، لكن أيضا عابدين إذا في اتصالات راح نأخذهم الحين على 24698151 من خارج السلطنة 0968246982188. أتمنى اللي يتصل نتفق على شيء جماعة الخير، كلمات إيجابية، إحنا نريد كلمات إيجابية، نبتعد عن السلبية. إحنا قبل يوم واحد فقط من انطلاقة خليج 22، نبتعد عن النقد، عن السلبية، وعن الكلمات اللي طبعا مو وقتها حاليا. ونرحب بكل الاتصالات، انه ايضا ما طلبوا كثير في الاتصال على اساس كثير عندنا اتصالات. ناخذ الاتصال الاول. سلام عليكم. الصبر زهرة لا تنبت في اي مكان يا سهى، الصبر زهرة لا تنبت في اي مكان الا في عشاق الاحمر هنا في عمان، جميعهم شعارهم كلها نبض واحد من أجلك يا الأحمر، من أجلك يا المنتخب. ستشاهدون هناك في الرياض، نريد جميع الجمهور الأحمر، جميعهم، جميع اللي يقول إني عاشق الأحمر، نريد نشوف هناك في الرياض لنرفع راية عمان إلى الأعلى. ان شاء الله، ان شاء الله رايه عمان مرفوعه بكل مكان ان شاء الله. عليكم السلام، حياك الله. من معانا الحماس وال ما شاء الله عليك متحمس، من معانا؟ حياك الاخت سهى، معش منصور ضاعنا الرهدي. معاك سلوى. سلوى معاك، حياك الله سلوى. الله يسلمك. حياك اختي سلوى. حيا الله منصور. من وين يا منصور؟ من اصحار. من اصحار، حيا الله بهال اصحار. اصحار على فكره الرابطه الرسميه لمنتخبنا، من اصحار اللي راحوا في الرابطه الرسميه لمنتخبنا، ما رحت معاهم يا منصور؟ ان شاء الله احنا لاحقينهم هناك يا الاخت سلوى. ان شاء الله باذن الله نتمنى لكم ان شاء الله وصول سالم باذن الله لكل من حاط في باله خطه انه يروح ان شاء الله للرياض، سواء اليوم او بكره او حتى يوم المباراه. شكرا لك يا منصور. العفو الاخ، العفو الاخت سلوى. حياك الله. حياك الله. اذا نستقبل مكالمه اخرى من المستمعين الكرام، ونقول مرحبا لهذا المتصل. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا مرحبا، حياك الله معنا. مساءك عماني، وباذن الله كاس عماني ان شاء الله. عبد الرحيم العبري. 100% عبد الرحيم العبري معاك، ودائما قلبا وقالبا ودائما وللابد عمانيين حتى النخاع. ما شاء الله. وباذن الله الكاس عماني وبقلوبنا كامل مع المنتخب ان شاء الله. يا سلام، هذه هي الروح اللي احنا نريدها، وهذه يعني النفسيه اللي نريدها قبل انطلاق هذه البطوله، والكلمات الجميله ما شاء الله عليك. يا ريت كنت، يا ريت يا ريت حاسب حساباتي اني بكون مع رابطه المشجعين، ولكن صح سبحان الله شاءت الاقدار من ما اتمكن اني اروح. ولكن كنت عاملها فعلا مفاجئ اني احضر مع المنتخب من البداية حتى النهاية. يلا بالدعوات الصارقة، بس ما تشتهي مثل ما تشتهي السفن مثل ما يقال. جميل. لا لا بتشتهي إن شاء الله، أنت تمشي السفينة حسب ما أنت تريد، ما تخلي الرياح هي اللي تمشيك. ما تخليها، لكن الظروف يا سلوى صارت هذه المرة معذور، لا الظروف لا المالية ولا غيرها، لكن العمل معذور إن شاء الله يا عبد الرحيم. أهم شيء، ولكن دائما روحك مع المنتخب من بداية المباراة، حتى قبل المباراة ساعة أنا قبلها موجود إن شاء الله. شكرا لك عبد الرحيم، أكيد اللي عنده ظروف صعب إنه يروح للرياض أكيد بروحه موجود مع منتخبنا، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لمنتخبنا يا رب. تحياتنا لك عبد الرحيم، شكرا لتواصلك. الله يسلمك. حياك الله. ناخذ بعض الرسائل على 90456 اللي حاب يتواصل أكيد معانا، وعبر التغريدات. عبدين وين الأهداف؟ وين عطنا أهداف شوي لمنتخبنا عشان نتحمس. بعض الرسائل، رسالة من وليد رحيم البلوشي، بالتوفيق إن شاء الله لمنتخبنا في خليج 22. شكرا لك يا وليد. أيوة. مبروك 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 منتخبنا،
بطلا لخليج 19. ايوه كذا كذا الحماس يا كابتن عابدين. نرجع لبعض الرسائل ايضا لانه ما شاء الله اليوم رسائل جدا كثيره تصل للبرنامج والتغريدات ايضا كثيره والاتصالات، لكن احنا ايضا نحاول مستمعينا برسائلكم واتصالاتكم وايضا فقرات برنامجنا، منها عندنا طبعا سعيد فقرة أخبار منتخبنا ذكرنا هذه الفقرة، آخر طبعا أخبار منتخبنا لليوم وصول للرياض وأيضا أداء الحصة التدريبية لليوم. أيضا في نفس الوقت مستمعين راح يكون معنا فقرة أخبار الخليجي، آخر الأخبار لليوم في الخليجي، بالإضافة إلى فقرة صحافة الخليجي. بعض الفقرات مستمعين اللي تكلمنا عنها في بداية في أول حلقة يوم الأحد راح تبدأ إن شاء الله معنا بكرة، وبعضها راح تبدأ بعد بكرة مع بداية البطولة بإذن الله. سعيد بتحضر بتروح الرياض ولا لا؟ لا والله احنا موجودين كل حد عنده مهمة عمل، واحنا إن شاء الله راح نكون هنا موجودين إن شاء الله في السلطنة. نعم. في تغطية مباريات إن شاء الله خلال فترة مباريات سواء كالمجموعة الأولى وحتى المجموعة الثانية إن شاء الله. إن شاء الله طبعا البطولة منقول عبر عمان رياضية. هذا كان التساؤل لكثير من المستمعين، واحنا ذكرنا ان الدوره كلها ان شاء الله راح تكون منقوله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله راح يكون عندكم استوديوهات تحليليه لكل المباريات. ايوه ان شاء الله راح يكون في استوديو، طبعا نبدا من برنامج عناوين اللي راح يكون من 1 ل 2 ان شاء الله. راح تكون كل اخباره عن كاس الخليج، ايضا راح يكون في ربط مباشر من الرياض لمدة ربع ساعة يوميا نطلع على آخر أخبار الصحافة هناك سواء كانت الصحف السعودية أو حتى الصحف الخليجية الأخرى إن شاء الله. مع زميل أحمد الكعبي أو حتى حسين العميري. نعم. من الساعة 3 للساعة 4 تقريبا معنا برنامج ثاني راح يكون أيضا عن كأس الخليج، لسه يعني ما عرفنا تفاصيل تقريبا نبض الخليج إن شاء الله. نعم. لأنه هذا البرنامج اللي في السنوات الماضية كنت أتابع أيضا في نبض الخليج 21 كان نبض الخليج، ولكن يمكن يكون مسمى مختلف هذا السنة. ومن بعدها راح يكون الاستوديو التحليلي إن شاء الله مع بداية المباريات لآخرها، ومن بعد المباريات الناس موعدين مع البرنامج الجماهير الأكبر هنا في السلطنة برنامج الدكة. نعم. اللي طبعا راح يكون من الساعة 11 للساعة 1 إن شاء الله يوميا، بالتالي التغطية يوميا إن شاء. نعم. الله راح يعني التغطية راح تكون من الساعة 1 الظهر لحد الساعة 1، فبالتالي 12 ساعة وإحنا إن شاء الله شغالين ونحاول أن نوصل للتغطية الأمثل لهذه البطولة. نعرف أنه يعني موجود عدة قنوات، ولكن دائما يعني الجمهور العماني ما يحب يتابع مباريات المنتخب العماني في القناة العمانية. ليش؟ طبعا منتخبنا. لأن التفاعل يكون مختلف شوي سواء كان كمعلق أو حتى كمحلل أو كمذيع، التفاعل شوي مع منتخبنا يختلف عن القنوات الثانية. طبعا أنا لما يلعب منتخبنا ما أحب أتابع إلا في قناة عمان الرياضية، لأنه على صوت أحمد الكعبي. أكيد وجهله تحية زميلي أحمد الكعبي متواجد في الرياض. احنا راح نحاول ان شاء الله مستمع ايضا خلال الايام الجايه راح نتواصل مع زملائنا حسين العميري واحمد الكعبي وايضا محمود تبوك موجودين مع منتخبنا في الرياض. ان شاء الله خلال البرنامج خلال الايام الجايه. نرجع لبعض الرسائل او خلونا هالمره تغريدات. من احمد بوسعيد يقول اتمنى تركيز من اللاعبين واستغلال الفرص وعدم ارتكاب الاخطاء في خط الدفاع. ونقول توكل يا العماني والقلب داعي لك ان شاء الله. مشكور يا احمد، تحياتنا لك. محمود الهلالي تحيه لك سلوى، وللمبدع ابو نواف اليوم خارج التشكيله ابو نواف نوجه له تحيه. شكرا على كلماتك الطيبه، برنامج مميز كما عودتنا اذاعه الشباب، رسالته هي تقديم مستوى مشرف واللعب بكل روح وجماهيركم خلفكم، هذا اللي دائما نسعى له ان شاء الله. محمود وكل الجماهير العمانيه ان تقف خلف الاحمر وكلنا اكيد نبض واحد. صحيح صحيح. اذا الجماهير الخاصه مثل ما ذكرت انت في بدايه البرنامج ان خلاص حاليا باقي يومين عن انطلاق اول مباراه مع الامارات، وبالتالي اي رساله سلبيه نعرف انها ما راح تاثر بشكل كبير، ولكن راح تاثر حتى على الجماهير انفسهم. طبعا يعني اذا كان الكلام ما بيننا انه والله منتخبنا ما راح يؤدي ولا راح يفعل شيء، يعني هي راح تاثر على الجماهير انفسهم، بالتالي رسائلنا ايجابيه ان شاء الله. بعد المباراه
بعد الحدث إن شاء الله راح نتحدث بشكل كبير أكيد. ونعطيهم راحتهم أيضا، حتى أيضا كإعلاميين كل شخص راح يتحدث بعد نهاية المباراة، والنتيجة اللي نتمناها إن شاء الله تكون إيجابية في هذه البطولة إن شاء الله. إن شاء الله. على فكرة بخصوص المستمعين اللي أو الجماهير أيضا اللي سألت عن رابطة منتخبنا، أمس كان عندنا إحنا محمد الرشدي من رابطة المنتخب، هو رئيس رابطة منتخبنا، الرابطة الرسمية لمنتخبنا. اليوم راح يكون معنا حميد الجابري، عضو اتحاد كرة القدم والمشرف على الرابطة الرسمية لمنتخبنا. تواصلت مع الأخ حميد، هو موجود حاليا في الرياض، وراح نتكلم اليوم عن التسهيلات اللي راح تقدمها أو يقدمها الأخ حميد مع زملائه أيضا في الرابطة، عن التسهيلات اللي راح يقدموها لجماهيرنا العمانية سواء كانت موجودة في الرياض أو الجماهير اللي حابة أيضا تروح بالفعل. إن شاء الله بالفعل. هو في مجموعة من الجماهير توجهت خلاص إلى الرياض، نعم. والبعض إن شاء الله بكرة، والبعض حتى يوم المباراة. عرفت من مجموعة من الشباب منهم قائد الألتراس عمان محمد العوفي، نوجه له التحية طبعا، اللي راح يتوجه قبل انطلاق المباراة ورايح يرجع بعد المباراة مباشرة. يعني هذا مدى الوفاء لمنتخبنا، نعم. الوطني والتواجد مع المنتخب وأهمية تواجد قائد الرابطة. نعرف محمد تأثيره كبير شوي في ألتراس عمان، وبالتالي ظروف العمل هو ما سمحت له، ولكن كنت معه قبل شوي فكان يكلمني يقول أن راح أروح قبل المباراة برجع بعد المباراة مباشرة، وبالتالي هذه هي الروح روح الوفاء لمنتخبنا الوطني اللي نجدها دائما مع الجماهير العمانية. أكيد منتخبنا يستاهل هذا الوقف الجماهيرية الكبيرة، وإن شاء الله بإذن الله كلنا نتكاتف ونكون إن شاء الله مع منتخبنا، وإن شاء الله يحقق شيء كبير في هذه الدورة. ناخذ بعض الاتصالات على 24-698-151 من خارج السلطنة، 0-968-24-698-218. نبل حماس يا جماعة الخير، مساء الخير. السلام عليكم أختي. عليكم السلام، حياك الله. الأخبار بخير؟ الله يسلمك، شخبارك؟ الحمد لله طيب ربي عافيك. من معانا؟ مع جاسم الطارشي. جاسم الطارشي، من وين يا جاسم ولا جابر؟ جاسم. حياك الله يا جاسم، من وين؟ الله والله مبركة، بس حاليا في البريمير. حياك الله، بتروح الرياض يا جاسم؟ لا والله، يعني كان خاطرنا ان نسير، بس ظروف الدراسة يعني مرتبطين، نعم. بس يعني يتأكد المنتخب وكل لاعبين ان الجمهور يعني لو راحوا او ما راحوا راح يكونوا قلبا وقالبا مع المنتخب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. حابة توصل رسالة لمنتخبنا جاسم؟ والله أوصل رسالة للاعبين المنتخب وكافة الأجهزة الإدارية والفنية إن خلاص للأسف انقطع الاتصال، نتمنى تعود الاتصال مرة ثانية جاسم، وشكرا على رسالتك أيضا اللي قدمتها لمنتخبنا، ومعذور في الدراسة وشد حيلك في الدراسة. في عندنا اتصال ثاني يا عبدين، ناخذ اتصال ثاني ونقول مرحبا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا مرحبا، حياك الله معنا. لقيت كيف الحال؟ الحمد لله والله طيبين، كيف احوالك؟ شخبارك؟ الحمد تمام. لله، نتعرف عليك في البدايه. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. حمد البدري معاكم، الله يكبرك. حياك الله يا حمد. حياك الله يا حمد، وانت طيب ان شاء الله وبصحه وسلامه. كيف الاستعدادات لانطلاق خليجي 22؟ والله ان شاء الله متفائلين مثل شعاركم يعني. يلا كلنا متفائلين ان شاء الله. بتروح يا حمد؟ ان شاء الله. والله أنا صارت عندي ظروف شوي، فما أتوقع إني بروح. كنت أول مخطط على أساس أروح، لكن للأسف يعني صارت ظروف شوي على أساس متابعة عمل وكذا، صعبة شوي. يلا إن شاء الله مع المباريات القادمة إن شاء الله. إن شاء الله بقلوبنا يعني بقلوبنا حاضرين، وإن شاء الله تشجيع وهذا إن شاء الله، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. جميل حمد، إيش الرسالة اللي توجهها لمنتخبنا الوطني قبل انطلاق أول مباراة مع المنتخب الإماراتي؟ الاهتمام في الدقائق الأخيرة. العقدة الدائمة للمنتخبنا الوطني هي هذه الوحيدة فقط. صحيح. يعني آخر 10 دقائق يهتموا بالدفاع شوي وعدم الربكة والدربكة وكذا، نعم. وهم أكيد يعني متفائلين مثل ما خبرتكم هذه السنة إن شاء الله. صحيح. صحيح. شكرا لك يا حمد على هذه المداخلة، ونتمنى لك إن شاء الله متابعة طيبة لبطولة كأس الخليج إن شاء الله. مشكور يا بدري، حياك الله. نسمع شيء؟ نسمع حاجة؟ يلا بسمع. يستاهل المنتخب. دانا العب والله ولا تبالي دان يا دان يا دانا العب والله ولا تبالي دان يا دان يا
2022. حياكم مستمعينا، وهالمرة طبعا مع آخر أخبار الخليجي لليوم. من أبرز أخبار الخليجي لليوم مستمعينا، وصول بعثة منتخبنا طبعا مثل ما ذكرنا، بالإضافة إلى وصول بعثة المنتخب القطري والبحريني، المنتخب الكويتي والمنتخب العراقي وصلوا للرياض. طبعا بخصوص المنتخب الكويتي، كان المنتخب الكويتي في جدة وراحوا طبعا إلى مكة المكرمة وأدوا فريضة العمرة بالفعل. حتى المدرب فيرا ظهر اليوم بالصور، شفت الصور اليوم منشورة، السيلفي اللي صور عبد العزيز المشعان وخلف اللاعبين نواف الخالدي بدل المطوع، نعم، صالح شيخ، مجموعة من الأسماء كانت حاضرة، ويمكن تشر بشكل كبير على تويتر على انستغرام، وحتى اليوم كانت صحيفة سعودية علقت بشكل كبير على هذه الصورة، تقول هذه الصورة يمكن دليل على الثقة الكبيرة اللي يمكن يتسلح فيها المنتخب الكويتي اللي خوض غمار هذه البطولة. نعم، والصور اللي ظهرت أيضا المدرب المنتخب الكويتي مدرب البرتغالي فيرا اليوم ظهر باللبس أيضا في مكة المكرمة وأدى فريضة العمرة أيضا مع المنتخب الكويتي. على فكرة ترى فيرا هو مسلم وأسلم مع المنتخب العراقي أثناء تقريبا تدريب المنتخب العراقي في 2007. نعم، عشان عشان كذا الناس كانت مستغربة ليش كان معاهم في العمرة موجودة. أيوة، ليش كان معاهم في العمرة لكن هو طبعا مسلم، عشان كذا أدى فريضة العمرة مع المنتخب الكويتي. بعد كذا طبعا المنتخب الكويتي عاد بعد ما أنا فرضت العمرة لليوم توجه إلى الرياض، ووصل أيضا اليوم مع بقية المنتخبات وأقرأ تدريب طبعا اليوم. نعم، تقريبا على فترة المغرب على الساعة 6 تقريبا بتوقيت الرياض. نعم، أدى حصة تدريبية هناك على ملعب الملك فهد. نعم، طبعا المنتخب الوحيد اللي ما وصل الحين هو آخر الواصلين بيكون المنتخب الإماراتي، راح يصل بكرة الأربعاء إلى الرياض الساعة 1:15 الظهر بتوقيت المملكة. ما الوضع شوي غريب، وصول منتخب الإماراتي متأخر شوي، كثير من التساؤل، يعني كثير تساؤلات شوي، كثير من التساؤل الوصول متأخر، مع أن المنتخب الإماراتي على فكرة كان موجود في الرياض، في الرياض كان معسكر، معسكر في الرياض، بعدين رجع إلى الإمارات، الحين مرة ثانية يعود إلى الرياض، لكن هالمرة متأخر شوي الأربعاء، تبقى عند الخميس مباراتها يوم الجمعة مع منتخبنا إن شاء الله. يمكن في تفسير أنه يبعد شوي عن الضغوط النفسية اللي يعيشها اللاعب خاصة فترة أثناء البطولة، لأن اللاعب أثناء البطولة ضغوط إعلامية، ضغوط جماهيرية، خاصة أنك موجود في قلب الحدث، وبالتالي الحالة النفسية شوي تكون مضغوطة، وبالتالي يمكن هذا الفكرة من مهدي علي مدرب المنتخب الإماراتي. خلونا نروح لخبر آخر ويتعلق أيضا بيوم الأربعاء، ولكن هذا المرة الأربعاء الصباح إن شاء الله. نعم، حيث رسميا تم اختيار يوم الأربعاء أن يكون آخر موعد لتسليم القوائم النهائية للمنتخبات واعتمادها من قبل اللجنة الفنية لخليج 22. طبعا نعرف أنه يمكن مجموعة من المدربين أعلن التشكيلة النهائية. نعم، لمجموعة من اللاعبين، ولكن المنتخب السعودي يمكن تأخر شوي في إعلان القائمة النهائية في مناورة عملها للمدرب لوبيز، يعني حتى يحسس اللاعبين بمدى المسؤولية ومدى أن يكون قاد شوي في أرض الملعب في التدريب حتى يختار مكان الأساسي، وبالتالي تأخر شوي في إعلان القائمة النهائية، وإحنا في انتظار. طبعا في استبعادات كثيرة صارت، منها حسن معاذ. نعم، بعد الإصابة. نعم، أيوة، وعاد مجموعة من اللاعبين، ولكن يبقى المنتخب السعودي ما شاء الله المواهب عندهم ثقل. نعم، يعني خاصة بعد وصول الهلال لنهائي كأس دوري أبطال آسيا، مجموعة كبيرة من اللاعبين صار مع المنتخب السعودي. أكيد. نروح لخبر آخر سلوى، معك الخبر. الخبر طبعا اليوم تم إعلان أنه الشركة العالمية اللي طبعا الشركة الراعية لخليج 22، أو الشركة مالكة للحقوق، هي شركة إيطالية طبعا، هي راح تقوم بإنتاج خليج 22 وإخراجه. طبعا يعني الصور اللي راح تشوفوها تبث في المباريات، إخراج المباريات وكل لقطات المباريات، ما تلوموا المخرج القناة، ألومه هذا صاحب طبعا الشركة. الشركة هي اللي راح تتبنى كل هذه الأشياء وراح تنتج هذه الأشياء في خليج 22. طبعا الشركة هذه قامت بتوفير عربات نقل على أعلى مستوى الـ HD طبعا، اللي هو أعلى مستويات النقل. ويمكن يعني سلوى تلاحظ أن بطولات الخليج
أخذت منحة آخر حاليا. يعني حتى الشركات المنافسة في يعني شوف الحين بطولة خليجية وما بين 8 دول خليجية، ولكن من الناقل شركة إيطالية. نعم. بالتالي تشوف تلاحظ التنافس ما بين الشركات في كسب ود هذه البطولة، مثل ما نعرف أنها حقوقها شوي غالية، ولكن نعم. هذه هي البطولات إذا أنت حاب يعني بطولة معترف فيها من قبل فيفا، يمكن حتى هذا من الأمور اللي تدخل فيها أيضا حقوق النقل، أيضا حقوق البث وما نعم. شاء الله يعني يمكن بعض القنوات ابتعدت عن النقل بسبب الشركة الإيطالية، والله يعين إن شاء الله على القادم يعني مع الشركات صحيح. اللي راح تتولى البطولات القادمة. ومن ضمنها سعيد 4 قنوات خليجية ما راح تنقل الخليجي للأسف الشديد، واللي كانت مميزة على فكرة في نقلها في خليج 21 وخضت يعني أفضل تغطية إعلامية بدون ذكر اسم طبعا. صحيح. طبعا احنا ما ننكر الأسماء، الناس عارفة من القنوات اللي ما نقلت صحيح. ما راح تنقل، هي من أبرز القنوات الخليجية، لربما الإعلاميين الموجودين في هذه القنوات صعب أنه ما تسمع أصواتهم في كأس الخليج. صحيح صحيح، ولكن على فكرة في تغطية، راح تكون في تغطية من قبل هذه القنوات في تغطية هذه البطولة، يمكن ما راح ينقلوا المباريات، ولكن أكيد يعني نبض الشارع الخليجي راح يكون أكيد. معهم متواجد بشكل متواصل وما راح يكونوا بعيدين يعني نعم. عن الشارع الخليجي. نبقى مع الأخبار الخليجية، ولكن خلونا نروح لهذه الأغنية. نرجع لأخبار الخليج. على فكرة كثير من الأخبار، لكن إحنا حاولنا ننتقي وبشكل مختصر أبرز الأخبار. خبر عن فيرا البرتغالي مدرب المنتخب الكويتي، اليوم استبعد فيصل العنزي وسلطان العنزي وشريدة الشريدة عن قائمة المنتخب الكويتي المشاركة في خليج 22، بالإضافة أيضا لعمر معتوق بسبب الإصابة. وهذا المشكلة الأكبر يمكن مع المنتخبات الخليجية وحتى منتخبنا الوطني يعني. نعم. يعني كنت أقرأ مقابلات مع مجموعة من الجماهير العمانية، كانت التخوف الأكبر حاليا صار من خط الهجوم. يعني لو نلاحظ في المباريات الودية الأخيرة لمنتخبنا الوطني كان التخوف الأكبر من وين؟ من خط الدفاع، ولكن حاليا وإحنا نسافر للسعودية صار التخوف من خط الهجوم بسبب غياب عماد الحوسني ومحمد الغساني، وبالتالي المنتخبات أيضا نفس المشكلة المنتخبات الأخرى. نعم. ومنها أيضا المنتخب القطري اللي راح يغيب عنا خلفان إبراهيم خلفان، يمكن أفضل لاعب في نعم أبرز لاعب بسبب الإصابة أيضا. روح خبر التصنيف، تصنيف الفيفا. أيوة ننتقل لخبر آخر. طبعا تصنيف الفيفا قبل انطلاق بطولة خليج 22، ومهما صار من نتائج في هذه البطولة ما راح يأثر على التصنيف طبعا، لأن البطولة غير معترف فيها من الفيفا. نذكر فقط تصنيف طبعا الأول الإمارات في التصنيف 79، العراق 81، المنتخبنا الوطني 83، قطر 88، السعودية في المركز 97، البحرين 104، الكويت 120، واليمن 178. يعني نلاحظ أن المنتخب الكويت الإماراتي عفوا حامل اللقب. طبعا هذا ما لأنه حامل اللقب هو في المركز الأول الحين في التصنيف، لا، لكن بسبب النتائج الإيجابية اللي حققها المنتخب الإماراتي في الفترة الأخيرة قفز في التصنيف الدولي إلى 79. يعني هو حاليا في قمة، هو رقم واحد بالتصنيف الحالي للمنتخبات اللي راح تخوض خليج 22، لكن أيضا المنتخب اليمني هو في المركز الأخير. اللي شد انتباهي طبعا أنه المنتخب السعودي في المركز الرابع، هم ما متعودين عليه كثير طبعا. يعني متعودين أنه يكون من مصاف المنتخبات الأفضل في القارة الآسيوية، ممكن يكون حتى التصنيف الثالث والرابع يعني خلال الفترة الماضية، ولكن الحالة اللي يعيش المنتخب السعودي خلال الفترة الماضية، حالة الحلال والتبديل في المنتخب وكذلك الحلال الجهاز الفني في مرات عديدة، يمكن أثر شوي على المنتخب. نعم. في المركز 97 يعني الفرق السبعة تأهلت إلى كأس آسيا، يمكن هذا رفع شوي من
مكانته في التصنيف الدولي، وبينما بقية اليمن معزول في المركز 178. احنا طبعا نتمنى التوفيق للمنتخب اليمني. ومنتخبنا في 83 تراجع شوي، 6 مراكز تقريبا، كنا يعني في المراكز في 70 تقريبا، وكنا ممكن نكون تصنيف الأول ضمن هذا التصنيف اللي وضعناه خلال هذا الخبر، ولكن هذه حال الكرة يعني، إذا ما تعطيها راح تتراجع شوية. نروح لخبر آخر سلوى. طبعا من الأخبار الإعلاميين بالتحديد أنه من المتوقع أنه راح يصل عدد الإعلاميين اللي راح يحضروا خارج 22 من 2000 إلى 3000 إعلامي. تخيل عد ما شاء الله 3000 إعلامي أو 2000 إعلامي. على فكرة هو تم تخصيص طبعا حفلات لنقل الإعلاميين من المركز الإعلامي إلى ملاعب المباريات، يعني من 2000 أو 3000 إعلامي. هذا دليل على أنه البطولة وصلت بمستوى جدا كبير. الصحف والقنوات طبعا المهتمة بالخليجي، مو بس طبعا من الخليج، حتى من مصر، من الشام، من أغلب حتى من الدول العالمية تجد أحيانا صحفيين مبعوثين من صحيفتهم عشان يغطوا هذه الدورة. أصبح لها طابع خاص هذه البطولة. طبعا سلوى الوفد الكويت الإعلامي هو يمكن أكبر وفد إعلامي من ضمن هذه الوفود، طبعا بغض النظر عن الوفد السعودي لأنه ما راح يكون في وفد على أرضهم وبجمهورهم، لكن نتكلم عن الوفود اللي جاءت إلى السعودية. الوفد الكويتي هو أكبر وفد من ضمن الوفود المشاركة في الوفود الإعلامية طبعا في هذه البطولة. بالنسبة للوفد البحريني هو أكبر وفد بحريني على مستوى البطولات السابقة. أكبر وفد راح يسافر مع المنتخب البحريني الوفد المشارك في هذه البطولة. وما نتكلم عن الوفود، خبرك عن المنتخب العراقي. صارت هناك مشكلة مع المنتخب العراقي، تم بعث أكثر من 130 شخص كبعثة، أو عفوا مع المنتخب اليمني تقريبا. المنتخب اليمني أو العراقي تم بعث 130، وصار هناك في مجلس النواب أو مثل ما حنا عندنا مجلس الشورى. صار هناك مناقشة ليش تم بعث 130، يعني حتى هنا في هذه الأمور صار فيها تدخل شوي يعني. 130 ليش؟ عدد كبير، ولكن في الكويت لا ما في مشكلة، عادي نبعث معهم كل واحد يبي يروح كأس الخليج. كأس الخليج احنا كخليجيين نتمناها أكثر حتى من كأس العالم. طبعا احنا كأننا طولنا كثير في الأخبار ونسينا المستمعين. أيضا معنا ضيف راح يكون من الرياض، لكن ناخذ آخر خبر. سعيد معنا من طبعا تكلمنا شوي عن المنتخب اليمني وراح نتكلم أكثر طبعا في هذه الدورة. هي راح يخوض المنتخب اليمني بدون القائد وهو علي النوني اللي أعلن اعتزاله خلال الفترة الماضية هذا العام. طبعا علي النونو مثل ما نعرف لاعب كبير، لاعب صيتة، وطبعا يعني علي النونو على فكرة يعني البعض ما يعرف عن المنتخب اليمني أي شيء. أنا أعرف علي النونو أيوة، بس اذكر اسم علي النونو بالنسبة للجماهير أوه خلاص هنا يتوقف الكلام. بالتالي احنا في هذه البطولة يعني أيمن الهاجر ما راح يلعب، سالم عوض ما راح استدعي، ولكن راح يكون احتياطه. بالتالي يعني نريد اسم شو يظهر طبعا ما حد برز اليمني مثل علي النونو طبعا. صحيح. في المنتخب اليمني حسب متابعتنا طبعا لكؤوس الخليج الماضية. صحيح. من أول ما بدأت اليمن في كأس الخليج 17 في قطر. يمكن أيمن الهاجر في البطولة الماضية كمهاجم رأس حربة، وحتى بعدها احترف في البحرين، وبالتالي يمكن هذا الاسم الوحيد ولكن راح نفتقده في هذه البطولة وما راح نتابعه. نعم طبعا أتمنى التوفيق إن شاء الله للمنتخبات، وأنه أيضا نشوف بطولة فنية على مستوى فني كبير إن شاء الله. أكيد. ونستمتع أكيد بهذا البطولة. نتواصل أكيد معك مستمعينا وخليجي 22. ممكن التسديد، يا الله يسموك شافوك شافوك شافوك
صدع عليهم حبوا حياكم الله مستمعين. نتواصل معاكم وبرنامج خليج 22 متواصل معاكم إلى الساعة 10 بإذن الله يوميا طيلة فترة كأس الخليج اللي راح تنطلق إن شاء الله يوم الخميس القادم في الرياض. الأيام الماضية كثير من التساؤلات وصلتنا من جماهيرنا في السلطنة أو حتى الجماهير اللي وصلت إلى الرياض تتساءل عن هل في تسهيلات معينة، هل في الاستعدادات أيضا لرابطة الجماهير. احنا راح نتكلم اليوم اكثر شيء ونقرب الصوره للمستمع او للجمهور اللي حابين يروحوا للرياض. معانا الفاضل حميد بن سليمان الجابري عضو اتحاد كره القدم والمشرف على الرابطه الرسميه لمنتخبنا. حميد مساء الخير، حياك الله معانا. مساء النور اختي، ومساء عليك وعلى الاخوه المستمعين الكرام. حياك الله اخوي حميد، وصولا سالما للرياض، كيف الاجواء في الرياض؟ الحمد لله، الله يسلمك. الحمد لله الأجواء طيبة، وقبل شوية كنا في التمرين المنتخب والحمد لله المنتخب في جاهز والمعنويات اللاعبين معنويات عالية. نعم. والحمد لله رب العالمين. جميل جميل، مساء عليك بالخير كابتن حميد. طبعا معك سعيد الخروصي استعدادات الرابطة. الله يمسيك بالخير. حياك الله معنا. حياك الله، يا مرحبا. نتكلم شوي عن استعدادات الرابطة. طبعا مباراة يوم الجمعة، الجميع يتساءل عن مدى الجاهزية الرابطة لاستقطاب جماهير اللي راح تكون موجودة إن شاء الله في الرياض. بالنسبة للرابطة الأخ سعيد، إن شاء الله بكرة راح تطلع من السلطنة للرياض إن شاء الله عن طريق البر. جميل. وبعض الإخوان نفس الشيء في رابطة ثانية معها، فبيطلع مع بعض، والحمد لله نحن مجهزين هنا سكن مالهم والأمور طيبة الحمد لله رب العالمين. جميل جميل. نعم. يعني الجماهير تروح هناك وهي مطمنة أن راح تكون الأمور كلها طيبة إن شاء الله. بالنسبة أنا أقصد بالنسبة للرابطة للرابطة اللي تابعة للاتحاد. نعم. اللي هذا بالنسبة نعم اللي هي رابطة الصحار اللي نحن يعني نصرف لها على السكن والمعيشة. يعني في كم رابطة راحت مع المنتخب حاليا حميد؟ بس رابطة اللي هي رابطة السحارة، أما الرابطة نعم. اللي هي الثانية أو الإخوان اللي انضموا معهم في الثانية هم على حسابهم الخاص. على حسابهم الخاص. نتكلم شوي أخوي حميد عن بعض التسهيلات، هل في تسهيلات؟ هذا بالنسبة للرابطة، تتكلم أنت أن وجود سكن وأيضا معيشة للرابطة الرسمية لمنتخبنا، لكن إذا في جمهور حاب يطلع من سلطنة يروح للرياض، هل في تسهيلات معينة للجمهور مثلا في مسألة التذاكر، في مسألة أنه تساعدهم مثلا في التنقل من المكان الموجودين فيه الى مثلا الى الملعب؟ في تسهيلات معينه للجماهير بشكل عام؟ اول شيء نحن نرحب باي جمهور سلطنة على ارض معنا هنا في الرياض. بالنسبه للتذاكر نحن راح نوفرها عند مداخل مخصصه لجمهور السلطنة مجانا، المداخل مجانا. نعم جميل. اما بالنسبه للتنقل ستعرف انت هنا شويه يعني ما نعرف العدد اللي بيجي ومتى بيوصل، وتعرف رحلات الطيران مختلفه، ما اعتقد ان نقدر ان نوفر كذا. بس اللي يعني اللي يتواصل معانا ويريد نسهل له حاجه ان شاء الله نحن ما راح يعني نذكر بشيء عليهم. نعم. يعني الحين ممكن انه انا اجي انا كواحد من الجمهور انه اجي وعادي اتكفل بروحي بالسكن وبالاشياء الثانيه كلها، لكن انه انت بتساعدني مثلا كمشرف على الرابطه بتذكره دخولي للملعب، صحيح؟
نعم صحيح. نعم جميل، هذه النقطة وضح عشان أوضحها بس للمستمعين لأنه استفسروا كثير عن هذه النقطة، مسألة تذاكر الدخول. فجميلة هذه النقطة أنها تكون طبعا مجانية لكم جمهورنا، أن اللي حاب يروح راح يدخل إن شاء الله مجانا لأرضية الملعب. جميل. طبعا ما نتكلم ومثل ما خبرتيش قبل شوية أختي بتكون متوفرة عند البوابات الدخول، عند بوابات الدخول حتى يعني تكون واضحة بالنسبة للجمهور أنه ما راح يطالب من اتحاد معين أو حتى من مقر البعثة، إنما من البوابات كذا صح؟ هي من البوابات. نعم. جميل. هذا بيكون في نفس يوم المباراة. نعم في نفس يوم المباراة. نعم جميل. جميل. كابتن حمير نتكلم شوي عن البروفات اللي ممكن تعملها الرابطة الرسمية لمنتخبنا، هل هناك يعني راح يكون استعداد للرابطة من في أرض الملعب يعني لكل حادث حديث راح يكون إن شاء الله؟ والأخ سعيد خلاص هم سوي بروفة في مباراة اليمن مع اليمن ما شاء الله الجمعة الماضي وهم ما شاء الله عليهم يعني ما محتاجين انه يسوي بروفات. صحيح. خلاص صحيح. متعودين هم في المدرج خاصة برب الصحافية حاضرة طول الموسم الماضي وبداية الموسم بالفعل. هذا في الدوري معانا واعتقد انه ما شاء الله عليهم موفين يعني. جميل. طبعا يعني نشوف دائما كابتن حميد مجموعة من طرق تشجيع، مجموعة من التقليعات اللي تظهر خلال التشجيع، في طرق جديدة إن شاء الله محضرينها لنا كجمهور أو حتى كمتابعين لهذه البطولة، أن نشوف الجمهور العماني بطريقة معينة، طريقة جميلة تشد المتابعين إن شاء الله. إن شاء الله لقتي بتكون في هناك من على ما خبرني رئيس الرابطة أن في هناك يعني كما يقول شلات جديدة وفي أدوات تشجيع جديدة ونتأمل أن نمثل خطنا خير التنفيذ إن شاء الله. إن شاء الله. تقريبا كم عدد الأعضاء الموجودين في الرابطة أخوي حميد؟ عدد الأعضاء اللي نحن متكفلين فيهم تقريبا 35 شخص، بس اللي جايين الرياض حوالي 80 شخص، لكن خبرنا اليوم أحد الإخوان من السفارة شيء موجود هنا نفس الشيء يعني جاليات أو إخواننا عمانيين هنا موجودين ونفس الشيء اللي رايحين يجوا عن طريقهم الخاص، حد جاي في الطيران، حد جاي عن طريق البر، وأتوقع أن بالعدد بيكون زين في مباراة المنتخب في المباراة الأولى مع قبل الإمارات الشقيقة. نعم. جميل. إحنا إن شاء الله نتمنى أن الحضور يكون بشكل كبير، وأهم شيء أن يكون جمهور فاعل، جمهور مشجع مالنا يعني يعتمد على نتيجة المباراة وعلى أحداث المباراة، إنما يكون متواصل في التشجيع على طوال أحداث المباراة إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى ذلك. إن شاء الله أخوي حميد. إن شاء الله. إن شاء الله. بس أخوي حميد حميد حبيت أسألك عن مسألة جدا مهمة، مسألة إنه لما يجي الجمهور مثلا ما عنده علم أو ما عنده صورة أو ما عنده أداة من أدوات التشجيع مثلا للإعلام على سبيل المثال، إنه إحنا مثلا نوحد إنه جمهورنا يكون حامل العلم في الملعب وإنه علمنا يرفرف في الملعب في الجهة أو المنطقة المخصصة لجمهورنا، هل في إمكانية إنه مثلا الرابطة توفر للجماهير العمانية مجموعة أعلام مثلا في نفس اليوم توزعها على الجمهور؟ ان شاء الله ان شاء الله بتكون متوفره الاعلام، ادوات التشجيع، السترات هذه اللي هي اللون الاحمر، وان شاء الله يعني رايحين ياخذوها من عند مثل ما خبرتش قبل مثل مع البوابات ان شاء الله. جميل. مع البوابات. نعم. كسؤال اخير حميد، بالنسبه لتوزيع الجماهير هناك تصنيف تقريبا وتوزيع معين للجماهير بالنسبه للمنتخبين وحتى الجماهير المحايده، عندك هذا التوزيع المحدد؟ شوف هي بالنسبة للتوزيع في مباراة المنتخب لما ما يكون فيها طرف البلد المستضيف منافسة بين المنتخبين 50-50 لا 40-40 40-40-20 صح؟ اللجنة المنظمة 20 بيكون 40-40 20 باللجنة المنظمة. جميل جميل. يعني بالتالي 40% من الجماهير أو من ساعة الملعب راح تكون الجماهير العمانية، واحنا ان شاء الله تكون يعني يكون جماهير العماني حاضرين في كل هذه 40% ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى حضورهم ونحن هنا موجودين تحت امرتهم وتحت لتسهيل مهامهم ان شاء الله. جميل. نتمنى ان نقدم هذه الخدمه على اكمل وجه ان شاء الله. تحياتنا لك اكيد حميد بن سليمان الجابري عضو اتحاد كره القدم والمشرف على الرابطه الرسميه لمنتخبنا. اخوي حميد احنا بنتواصل معك بشكل دائم خلال فتره برنامجنا الى اخر يوم إن شاء الله راح يتواجد في منتخبنا اللي نتمنى إن شاء الله يكون تاريخ 26 اللي هي المباراة النهائية بإذن الله. إن شاء الله نتمنى للمنتخب كل التوفيق ومثل ما خبرتش أن نحن مستعدين لخدمة هذا الجمهور اللي يجي إن شاء الله، ورقمنا موجودة معاكم وأي واحد يتواصل معاكم نحن حاضرين لحله اللي نقدر عليه واللي
يعني متوفر لدينا إن شاء الله. إن شاء الله. أتمنى التوفيق مرة ثانية للمنتخب وإن شاء الله نرجع الكأس الغالي إن شاء الله. مشكورين على تواصلكم. واجب. وهذا مش غريب عليك. الله يسلمك خوي حميد، واجبنا أكيد. حياتنا لك. شكرا لك كابتن حميد. وإذا هذا كان تواصل مع حميد مسلم الجابري للحديث حول الجماهير اللي راح تروح إن شاء الله للرياض، وراح تشجع تطمن إن شاء الله راح تكون الأمور طيبة حسب ما ذكر حميد، وإن شاء الله تكون أمورهم سهالات ويتمهم شي في الطريق. نعرف أن مجموعة كبيرة راح يكون طريقهم عن طريق البر، البر نعم، وإن شاء الله أهم شيء يوصل له بالسلامة. خلينا أمان حي الله بجراهي رمان حاضرين لمنين حاضرين والله مستمعينا. خلها عبد نكملها مو مشكلة الخلفية. نرجع لكم مستمعينا ونستقبل رسائلكم عبر 90456 والاتصالات 2469851 من خارج حدود السلطنة 0968249821. حافظ الرقم سعيد؟ لا ما حفظته بس إن شاء الله بقرأ لما طلب إن شاء الله بيكون موجود إن شاء الله، ما لي مشكلة إن شاء الله لازم تحفظ. عموما رح نرجع الحين عبدين للاتصالات وللرسائل ولتويتر. مستمعين رحب أكيد بتواصلكم معنا. ناخذ الاتصال، خلنا ناخذ هذا المتصل ونقول مرحبا لصالح. مرحبتين 2 4 6 9 8 1 5 1. هذا السالفة فيها تحدي دخلت ها. هذا المحلي بسيط، عطنا الدولي. الدولي واحد من أبومان، لما بكون بالسعودية بصل فيكم. يا سلام، خلاص انت دخلت في تحدي الحين معي عشان انا احفظ الرقم. صالح الهنداسي. اكيد صالح الهنداسي. حياك الله. ماشي ميدان؟ والله ميدان ان شاء الله فيه، ليش لا. عطنا انزين. ما توف بداية الدورة ما محضرين يا سلوى. كان زين اليوم شوي باقي بس والله بنسق مع الله حميد توقيت مع اتصالكم معاه، بس إن شاء الله بنتواصل معاهم هناك لما بنكون في السعودية إن شاء الله حنتواصل معاهم. متى بتروح؟ بس في أرقام محددة يا أخي. إن شاء الله يمكن بحدود إن شاء الله يوم الجمعة إن شاء الله إذا الله راد. يعني بتلحق توصل يوم الجمعة إن شاء الله؟ أهم شيء أحضر مباراة الإمارات. أهم شيء أول مباراة وخاصة مع الإمارات
ضروري طعم خاص بمانه لهم، لان نحن دول متقاربه فبيننا ما اقول مثل ديربي ديربي خاص ما بين الجيران. لا هذا الكلاسيكو اللي بيننا مثل ريال وبرشلونه. فصراحه احب مباراه عمان والامارات بشكل فظيع بمانه. اهم شيء نتعدى الامارات يا سلام بمانه، وان شاء الله نتعداهم كلهم ان شاء الله. والله يا رب، انا والله عندي احساس واحساس قوي صراحه بامانه. والله ان شاء الله ما هذا الاحساس يكون ان شاء الله صايب ان شاء الله. بنتاهل من مجموعتنا بنكون ان شاء الله الاول باذن الله. قادرين والله يا صالح، بس اهم شيء ان اللاعبين يكونوا يثقوا في انفسهم وبقدراتهم وايمانهم بان قادرين يقدروا في الملعب بشكل كبير. والله يا عزيزي يا عزيزتي بامانه عندنا احسن جيل الحين هو هذا والله. صحيح بس لو توظف بشكل صحيح، واتمنى من الكابتن لجوين بمانه يوظفهم بشكل صحيح والله العظيم، ونلعب 4-4-2 وان شاء الله امورنا طيبه. صح ان اسمه عماد حسن موجود، لكن صراحه انا طالبت في اللاعب هذا الشلهوب صراحه بمانه من فتره والحمد لله. صح. والحمد لله الشلهوب والحمد لله انه استدعوه، لانه صراحه انا اتابع هذا اللاعب من قرب صراحه. انا نادي سيق لكن هذا اللاعب صراحه من يوم كان في نادي صور انه اتابعه بشغف، يعني صراحه لاعب مهاري ويلعب اكثر من مركز. صحيح. صحيح، ويمكن حتى سيد الشلهوب راح يؤدي بشكل كبير لانه يريد يثبت نفسه ودامنا يعطي الفرصه. اهم شيء يعطي الفرصه المدرب بمعنى، لانه هذا اللاعب عنده ويلعب اكثر من مركز راح يستفيد منه، واهم شيء انه يعطي الفرصه عشان يثبت قدرته. صراحه ان اللاعب هذا عنده، اتمنى يسمع حد من الحين من الاداريين او حد من الاتحاد يسمعني صراحه بمعنى هذا اللاعب عنده بمعنى. انا ما اقدر المدرب مع اختياراته عين وراسي، لكن هاي اللعبة أتمنى خلاص ترى نعم إن شاء الله يا صالح، بما أنه تم استدعاء إن شاء الله راح يكون موجود بإذن الله في قائمة المنتخب الأساسية، أو حتى إن شاء الله الاحتياطيين فيهم الخير والبركة. مشكور يا الهندسي وعاد كنا بض واحد، وإن شاء الله أمانا واحد، وإن شاء الله يرفع علم السلطنة بإذن الله مثل ما فرحنا صاحب جالة بطلته، إن شاء الله يفرحون العمانيين إن شاء الله بالبطولة هذه وهم قادرين. جميل جميل، شاحن نتمنى لك التوفيق ان شاء الله يا صالح، ودير بالك في الطريق، واهم شيء توصل بالسلامه وتبشرونا بالنتائج طيبه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله الى ربك راجع ان شاء الله. شكرا لك يا صالح يلا مع السلامه. شكرا لك، وهذا هو الحماس من الجماهير العمانيه ما شاء الله، متحمسين وكثيرين سمعنا ان راح يكونوا في الرياض، واهم شيء يتوفق منتخبنا الوطني ويكون تشجيع فعال مثل ما ذكرنا. ونروح أيضا للتشجيع الفعال اللي موجود في تويتر، خلنا نروح يا سلوى للتغريدات الموجودة معنا اليوم. نقرأ بعد بغض التغريدات اتصالات انزل لحظة عبدين، ناخذ على قرر رسائل بيزعلوا علينا الناس، لحظة شوي نروح للتغريدات. ناخذ تغريدة شكرا أيضا طبعا لكل من تابع صفحة البرنامج عبر تويتر بعنوان برنامج خليج 22، فهد العريمي وخالد، وشكرا لحمود أبو مهاب يغرد ويقول اللعب النظيف والتحلي بالأخلاق الرياضية، طبعا هذا رسالتها لمنتخبنا شكرا لك. وأم السعيد أهم شيء منطقة الدفاع، إذا المنطقة دفاعها قوي بيكون الأمور طيبة مع اللعب الجيد، أو أن اللاعب ما يستحوذ على الكورة بنفسه بل يمررها بتركيز. مشكورة يا أم السعيد. شيماء البلوشية شكرا لك على كلماتك الطيبة، ورسالتي تقديم أفضل ما لديهم، وتقول لي روح يا الأحمر وجماهيرك خلفك. مشكورة يا شيماء على متابعتك أيضا دائما لبرنامجنا، والوجد أيضا معك يا منتخبنا مهما كان، نبض واحد وإرادة واحدة وفخر ومجد. شكرا لك يا الوجد، وجد ومجد وإرادة يعني شيء جميل صراحة. عبد الله خلاص هم كل حاجة بيطلع إن شاء الله لصالح المنتخب إن شاء الله. إن شاء الله. عبد الله القرواشي شكرا على كلماتك الطيبة، وراح أذكركم أن منتخبنا راح يفوز في أول مباراة مع المنتخب الإماراتي، آمين يا رب. وأكيد وجود الجمهور يا عبد الله مهم جدا، أتمنى أنا شخصيا أنه 40-40 هذه التقسيم مع الجمهور 40-40-20 طبعا المحايد واللجنة المنظمة، 40 لنا 40 للإمارات، أتمنى 40 تمتلئ إن شاء الله هذه شاء الله. المدرجات الله. الخاصة بمنتخبنا أو بجماهيرنا جمهورنا إن شاء الله أنه يكون موجود، وإن شاء الله يكون فاعل في هذه المباراة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. من ناصر الجابر سيريا الأحمر أبناء قاوس معاك قلبا وقالبا والنبض واحد. يوسف الزعابي يقول عماني أنت الماسي ولعبك حماسي والكاس مطلب أساسي وبالتوفيق إن شاء الله. صراحة كلمات حلوة يعني مثل الرسالة السابقة قلت لك خلاص صالح المنتخب كل شيء بيطلع إن شاء الله، الجمهور بيصير شعراء كلهم إن شاء الله. مشكور يا الزعابي على كلماتك الطيبة. تغريدة من طلال الحجري مساء الخير، المنتخب بدون تعزيزات تشجيعية وبدون وقفات فاعلة
ومن أهمها رابطة تشجيعية، ودور الشركات الداعمة راح يكون لدور فاعل. طبعا هذا اللي وجهنا من أول يوم بدأنا البرنامج يوم الأحد والاثنين واليوم الثلاثاء، وإحنا نوجه هذا الكلام أخوي طلال للشركات. أتمنى يا جماعة الخير تدعموا منتخبنا بدعمكم للجمهور، دعم منتخبنا هو دعم الجمهور، أنه تحاول أنه يا شركات يا جماعة الخير دعموا جماهيرنا، سهلوا لهم راحتهم للرياض. الطيران العماني شوي يعني خليك سلس شوي. ها العرض اللي أنا شفته اليوم من الطيران العماني بصراحة للأمانة ما عجبني. كم كان العرض؟ 165 للرحلة الوحدة مع إقامة ليلة واحدة فقط، يعني مع احترامي انه العرض مو في كثير، انا ما سميه عرض على فكرة. فأتمنى فعلا انه يكون في تسهيلات اكثر لجمهورنا، جمهورنا يستاهل ومنتخبنا يستاهل، وفي النهاية هذا كله يصب لمصلحة الوطن. وطننا الغالي يعيش افراح العيد الوطني 44. فأتمنى احنا كلنا نتكاتف عشان نحقق شيء كبير لمولانا، الله يرجع ان شاء الله سالما غانما الى ارض الوطن باذن الله. سلمى، بس في مداخله بخصوص هذا الشركات الخاصه او القطاع الخاص في مساله الدعم للمنتخب الوطني، لاحظ في دائما يعني بعد ما يحقق منتخبنا الوطني انجاز او فوز تظهر الشركات الراعيه، والله بنقدم لكم دعم وبيقدموا الجوائز وبيقدموا كل حاجه للمنتخب. يا اخي انت وينك قبل انطلاق البطوله؟ احنا محتاجين حاليا طبعاً. قبل انطلاق البطوله احنا محتاجين لدعمك، لدعم الجماهير ان يتوجهوا لهناك حتى يكون يعني كل عوامل متكامله بالمنتخب الوطني في تحقيق انجاز. ما بعد ما يحقق المنتخب والجماهير راحت بنفسها وتعبت نفسها، انت تجي بكل سهوله ويروح تقدم دعم للمنتخب. يعني لازم هي المعادله تكون فيه تكافؤ شوي، يعني هذا لازم يصحي ضمير القطاع الخاص وحتى رجال الأعمال أيضا هنا في السلطنة، ممكن نقدم الدعم أيضا للجماهير الموجودة. لا إن شاء الله إحنا معنا. في الأيام الجاية ابتداء من الليلة وبكرة على الأيام الماضية الجاية إن شاء الله راح نسمع أخبار تسر جمهورنا إن شاء الله. والله جماهيرنا تستاهل تروح وتتعنى عشان المنتخب، والمنتخبنا يستاهل. فأتمنى فعلا كلنا نقف مع منتخبنا وإن شاء الله نحقق النتيجة الطيبة في خليج 22. نرجع للمكالمات سعيد، يلا بسم الله خلونا ناخذ هذا المتصل ونقول مرحبا. اهلا وسهلا. الو مرحبا. ظهر لنا بعد ما تحمس مع المنتخب كثير. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام يا مرحبا، حياك الله. كيف الحال؟ الحمد لله طيبين. كيف الصحه؟ الحمد لله يا مرحبا. نتعرف عليك في البدايه. اه واخيرا وصلت. يعني يمكن 100 اتصال تقريبا اتصلت. ايه سمي. ضغط الاتصالات شوي، الكل متحمس مع المنتخب. متحمسين ما شاء الله. اتصل متاخرا خيرا لا تصل ابدا. هذا اهم شيء. جميل جميل. نتعرف عليك يا عزيزي. ناصر بطاشي معك. حياك الله يا ناصر، شكلك متحمس كثير مع المنتخب عشان كذا تتصل فينا بشكل دائم ما شاء الله عليك. دائما متحمس مع المنتخب. جميل. رغم كل شيء، رغم الانتقالات اللي صارت وجاء. المهم هذه ما وقت الانتقال. صحيح. بالعكس ينبغي ان يعني نقص ورا المنتخب مهما كانت الظروف. في النهايه هو منتخب وطن، منتخب عمان، ليس منتخب شخص معين او لاعب معين او فرد معين. بالفعل. بهذا المنعرف اطلقنا اصلا اليوم هاشتاغ في تويتر. بعبارة خليج 22 نريد هدية للسلطان. جميل جميل ما شاء الله. هذا اليوم نحن طلقناه إن شاء الله، نتمنى أن نعمل شيء يأثر بشكل إيجابي على الجمهور وعلى الجميع، ما بس الجمهور، حتى على اللاعب وحتى على إن شاء الله، ويكون في عامل إيجابي إن شاء الله. صحيح. الفرحة فرحتين تكون إن شاء الله بالعيد الوطني وبالتتويج بالخليج إن شاء الله. ان شاء الله وبيكون يعني شيء مميز لنا صراحه. ايضا ان شاء الله نروح ان شاء الله للرياض ان شاء الله ناصر يوم الخميس ان شاء الله في مباراه الافتتاح، راح نكون موجودين على الامارات ان شاء الله بالبر ان شاء الله. لا بالطيران طبعا. لكن ليش طيران؟ الله يعينكم ان شاء الله. الحمد لله لأن فعلا حصلنا فرصة أن نروح وحصلنا يعني أسعار جيدة نوعا ما. فإن شاء الله راح نروح وراح نازل المنتخب في هذه المباراة. وطبعا الهاشتاغ اللي اليوم أطلقناه باسم صوت الجماهير، هذا جروب على الواتساب طبعا.
نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. يعني ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق اخوي ناصر. هذه الفكره كانت من يمكن قبل شهر البطوله، واليوم نحن بدينا في عين واحد ذكرنا. ان شاء الله راح اتابعكم على تويتر وراح ارسل لكم الصوره والهاشتاج ان شاء الله. ان شاء الله جميل. وراح تشوفوا كل شيء ان شاء الله. ان شاء الله واحنا اسعد بتواصلك يا ناصر، وان شاء الله نتمنى لك رحله سعيده، واهم شيء مثل ما نعرف التشجيع يكون بشكل حماسي مع المنتخب بغض النظر عن النتيجة، وانتو الدافع الأول لهذا المنتخب إن شاء الله. شكرا لك يا ناصر، حياك الله. شكرا لك يا ناصر، ويستاهل المنتخب طبعا كل هذه التضحيات وكل هذا الرحيل الرياض إن شاء الله. الكل يكون موجود في الرياض إن شاء الله. إن شاء الله نتواصل أكيد معكم مستمعينا بعد هذا الفاصل الإعلاني. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. إذا كان عندك أمنية واحدة تريد تحققها، يا ترى وش ممكن تكون؟ راح أقضي إجازتي مع أهلي في فندق فخم، أخذ سيارة سريعة وانطلق فيها، أسافر لمدينة أحلامي، أتسوق لي على كيف كيفي. مع جوائز ماي تشويس من البنك الوطني العماني تقدر تسوي كل هذا وأكثر بعد. جمع نقاط ماي تشويس عند الشراء باستخدام بطاقات الخصم والائتمان من البنك الوطني العماني، واستبدلها لدى أفضل الفنادق وشركات تأجير السيارات وشركات الطيران في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك استمتع بجوائز كبيرة عند التسوق. برنامج ماي تشويس من البنك الوطني العماني، اتصل على 877-077 وسجل اليوم. تطبق الشروط والأحكام. خطبت عمر ورفضاني، ورحت وطاف ضرباني، لو الديواني يا شليت مكان في يوم ردوني، مكان في يوم ردوني. الحياة أحلى مع الديوانية للحلوى العمانية. تتمنى لو عندك للحبايب وقت أكثر؟ تتمنى لو يومك فيه دقائق أكثر؟ تتمنى يكون عندك أكثر وأكثر وأكثر؟ ما حد يفهمك أكثر منا. لهالسبب أي شيء تختاره مع أريدو يعطيك كل اللي تتمناه وأكثر. خلي الكلام أكثر من مجرد كلام، تحدث صفح وشارك كل شيء تحبه وأكثر، لأن حبايبك معاك في كل زمان ومكان. مع نت أكثر تقدر ببساطة تعمل كل شيء تحبه وأكثر. أريدو، كلك أفكار. حياك محمد، اخبارك؟ اوه ما شاء الله اشوفك فرحان. هي نعم، ما بس فرحان، انا طاير من الفرحه. زين عاد خبرني، خليني افرح معاك، مو مستوي. تصدق ان اشتريت البيت اللي كنت احلم فيه بس في 5 ايام؟ ما معقوله، تحسبني ما اعرف قراءات القروض الاسكانيه وتعقيداتها. انت الظاهر ما زرت بنك ظفار، لانك تروم تشتري البيت في 5 ايام بس. امشي تجهز كل المستندات المطلوبه وامورك طيبه مع بنك ظفار. يلا روح قدم واشتري بيت واعزمني الاسبوع الجاي. مع القرض الاسكاني من بنك ظفار يمكنك امتلاك منزل احلامك أقل سعر فائدة خلال 5 أيام فقط. اتصل اليوم على 24-79-1111. بنك ظفار، بنكك المفضل. تطبق الشروط والأحكام. لما كنا صغار كنا نبحث عن أقرب سكة للبيت، نختصر المسافات حتى نوصل بسرعة. واتذكر كيف كنا نتحدى أنفسنا في لعبة السلم والثعبان حتى نختار أقرب مسافة للهدف. كبرنا وزادت الاختصارات في حياتنا، صرنا نحول فلوسنا ونخلص معاملاتنا من أي مكان، في البيت، في المقهى أو على الشاطئ. الحياة صارت سهلة ومختصرة، اختصرها أحسن وريح بالك، وانهي معاملاتك الإلكترونية وانت في مكانك. ونقول للجهات الخدمية شدوا حيلكم، نريد خدمات إلكترونية أكثر حتى تكون عماننا رقمية. عماننا رقمية. شاهد قصة الحياة اختصار على الهاشتاج اختصرها أحسن. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. والكرة فيها تمرير، والكرة في الجول، والكرة في الجول. هو الوراق يكرم فعلا فعلا. جول يماني يماني مع أطيب الأماني. هكذا جاءت أمنيات كل اليمنيين هنا وسط أنظار الشعب، الشعب اليمني الغفير في ملعب الوحدة. هدف حلو، هدف حلو لليمن. حيا الله جماهير اليمن، وينكم يا اليمن؟ يا الله لكم في المنشرة، لكم في المنشرة، يا لولو يا لولو.
حياكم الله مستمعين الكرام، إذن متواصلين معكم من خلال برنامج خارج 22، وإن شاء الله نطرح مجموعة من الفقرات. طبعا اليوم إن شاء الله حديثنا راح يكون عن المنتخب اليمني، وسمعنا هذه الشلة الجميلة للمنتخب اليمني. نعم. واللي إن شاء الله تكون محفزة لهم إن شاء الله في تحقيق الأفضل خلال البطولات القادمة. راح نتكلم شو عن المنتخب اليمني اللي وصل للرياض فجر أمس، وصل للمشاركة طبعا في خارج 22، واللي راح تنطلق إن شاء الله يوم الخميس المقبل إن شاء الله. طبعا سلوى، إذا ما تكلمنا شوي عن نسخ الست الماضية من بطولة كأس الخليج اللي شارك فيها المنتخب اليمني، يمكن ما راح تكون هناك في حالة رضا سواء كان حتى من الجماهير الخليجية على المستوى اللي قدمه المنتخب اليمني. طبعا خرج من الدور الأول وهو يبحث عن الفوز الأول، ما يبحث عن اللقب الأول. إذا ما ذكرنا المنتخبات الأخرى يعني هو ما يبحث عن اللقب الأول ولا حتى بلوغ الدور الثاني، يبحث عن الفوز الأول في هذه البطولة. نعم، لكن إن شاء الله نتمنى أن المنتخب اليمني يحقق نتيجة إيجابية على أقل تقدير في هذا الخليجي القادم إن شاء الله. وخلنا أيضا سعيد ناخذ تفاصيل أكثر من واحد قريب جدا من المنتخب اليمني، الأستاذ وليد جحزر، صحفي يمني في جريدة الزمن، معنا على الهواء مباشرة. أستاذ وليد مساء الخير. مساء النور والعافية، مسي عليكم ومسي على زميلك الزميل سعيد الخروصي. حياك الله يا وليد، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا فيك، رحب فيك. ونتكلم عن استعدادات المنتخب اليمني خلال هذه الفترة. نعرف أن المدرب سكوب يعني خلاص وضع القائمة النهائية لهذا المنتخب، غيابات كثيرة في المنتخب اليمني. حدثنا شوي وليد عن آخر الاستعدادات بالنسبة للمنتخب اليمني. طبعا يعني المنتخب اليمني كما تعلم يعني أخي سعيد، هذه هي المشاركة السابعة له في بطولة كأس الخليج. نعم. وبدأ في عام 2003 وحتى الآن يعني يحاول أن يعني يضيف إلى رصيده الفني من خلال احتكاكه بالمنتخبات الخليجية، وهو يسعى يعني بطموحه المشروع إلى تحقيق نتائج أفضل تكون مرضية لجمهوره اليمني الذي يبدو أنه حتى الآن غير راضي عن المشاركات السابقة كليا. وطبعا المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب أمام تحدي جديد، وهو مدرب يعني له بصمة جيدة ساهم في وصول منتخب التشيك للشباب لنهائيات كأس العالم، واختار مجموعة جديدة كليا بالنسبة للمنتخب اليمني. اختار عدد من اللاعبين الشباب على يعني من منطلق التجديد وأيضا خوض تحدي مختلف، وبالتالي هناك أسماء جديدة كليا يحاول تقديمها من خلال هذه البطولة المقبلة في الرياض. المدرب حتى الآن يعني اختبر في مباريات ودية وقدم نتائج يعني حتى الجمهور اليمني متفائل بها، نتائج طيبة، تعادلات مع منتخبات العراق والكويت، وأيضا فوز على منتخب ماليزيا وتعادل مع اندونيسيا، وخسارة أخيرة كانت هنا في مسقط من المنتخب العماني بهدفين. لكن في كل الأحوال المنتخب اليمني يتطلع لتحقيق أول فوز في بطولات كأس الخليج، المشاركة السابعة. لم يعد المنتخب اليمني معذور كما كان في السابق، يعني الآن رصيد جيد من المشاركات بعد عقد كامل 10 سنوات. يفترض أن يكون هناك منتخب في حال أفضل، وأن يتم إعداده بالشكل السليم حتى يستطيع أن يفرح جماهيره. طبعا الجمهور اليمني متواجد في المملكة العربية السعودية بشكل كبير للغاية، وهناك جالية يمنية واسعة، وبالتالي نتوقع مساندة للمنتخب اليمني، مساندة كبيرة للغاية من الجماهير اليمنية الغفيرة الموجودة في الرياض. والجمهور اليمني يترقب أن يفرح ويشاهد أهداف يمنية. هذه المرة فنيا شكل المنتخب اليمني مختلف عما هو في السابق، هناك منتخب يعني يستطيع أن ينظم هجماته، أن يعني يتوازن بين الدفاع والهجوم، شاهدنا يغلق مناطقه الخلفية بشكل سليم وأيضا ينتقل في بناء الهجمة بشكل أسرع، شاهدناه يستطيع أن يصل للشباك الأخرى، هذا في المباريات الودية. لكن عن الجانب الرسمي يتوقع أن اللاعب اليمني بحاجة إلى أن يزيل من داخله رهبة المشاركة الخليجية، لأنه حتى اليوم يعني أعتقد أن
عقدة الرهبة للمنتخبات الخليجية وهي منتخبات عملاقة خاصة يعني، وخاصة أن حظوظها دائما تصطدم بأقوى المنتخبات في المجموعات، وحاليا أعتقد لم يعد هناك قوي وضعيف في صحيح. بطولات كأس الخليج نعم. كل المنتخبات قوية، كل المنتخبات السبعة الأخرى الموجودة في كأس الخليج تأهلت لنهاية كأس آسيا بأستراليا لديها تاريخ عريق مع البطولة، أيضا الجميع استثناء منتخب البحرين سبق له أن حصد اللقب، وبالتالي المنتخب اليمني يعني يعني ما في كل الأحوال هو بعيد عن الضغوطات، لا يوجد لديه ما يخسره، خاصة على صعيد أيضا الظروف التي تحيط بالواقع اليمني كما نعم. تعلم أخي سعيد وكما نعم. تعلمين أختي العزيزة، الظروف أيضا الداخلية للبلد وظروف إعداد المنتخب مرت الكثير من التحديات، وبالتالي تواجد اليمن واستمرار تواجده وسط هذه الظروف المعقدة يعني يحسب لاتحاد القدم اليمني ويحسب لهذا المنتخب المتطلع والطموح والمكافح يعني في حقيقة الأمر نعم. يعني نتمنى أن يظهر بشكل أفضل في هذه البطولة إن شاء الله، حتى وإن كانت مجموعته أكثر صعوبة يواجه يعني منتخب السعودية المضيف، وأيضا يواجه قطر الذي يعني بشكل جاهز تماما، وأيضا يواجه البحرين الذي يسعى المنتخب البحريني أن ينهي عقدة البطولات وأن يحقق اللقب لأول مرة في تاريخه. نعم نتمنى إن شاء الله التوفيق للمنتخب اليمني. أستاذ وليد، طبعا اليوم أيضا المدرب المنتخب اليمني سكوب ذكر عبر مثل ما تابعنا طبعا في الصحافة الخليجية، قال أتمنى لكل لاعبي لاعبيني النجاح، وأي لاعب يستخدم القات فليجلس في منزله، نحن رياضيين ويجب أن يكون عملنا رياضي. إيش رأيك في هذا التصريح للمدرب المنتخب اليمني سكوب أستاذ وليد؟ قد يجد إيش؟ ما سمعت. هو يقول إنه يتمنى النجاح للاعبين المنتخب اليمني، لكن أي لاعب راح يستخدم القات يجلس في بيته، لأنه إحنا رياضيين في النهاية وهذا عمل رياضي، ويرفض هذا التصرف من أي لاعب يمني. لا، هذا أعتقد يعني في إطار التصريحات المثيرة حاليا يعني في الصحف الخليجية في الوقت الراهن. نعم. منتخب اليمني منتخب واعد ومنتخب جيد، ويدرك تماما الجهاز الإداري للمنتخب اليمني أن اللاعب اليمني المنتمي للمنتخب يبتعد عن تعاطي القات ويبتعد عن أي سلوكيات، وبالتالي أي لاعب يعني يمارس مثل هذه السلوكيات لا يوجد له مكان أساسا في المنتخب اليمني نهائيا. وأعتقد أن اللاعبون متابعون بشكل جيد سواء في الأندية أو اللاعب الذي يعني يمارس كرة القدم يدرك جيدا ما هي الالتزامات الملقاة على عاتقه وما يجب أن يتخذه من سلوكيات، وهناك رقابة إدارية. ولا أيضا أتصور أن مثل هذا التصريح يصدر من المدرب سكوب، لأن المدرب سكوب يدرك جيدا أن مجموعته التي اختارها بعناية دقيقة، وأيضا لا يعني هو يجهز منذ 5 أشهر ولديه لاعبين شباب، لاعبين متميزين ملتزمين من الناحية الأخلاقية والبدنية والفنية. أعتقد أن المنتخب اليمني ربما يعني وضعه الجيد في المواجهات الودية ستلاحقه بعض التصريحات بعض الإشاعات من هذا النوع، حتى ربما يعني لأن المنتخب اليمني ربما يمثل عائق لبعض المنتخبات في حال استطاع أن ينتزع تعادل أو فوز، أو ربما يخلط أوراق حسابات المجموعة في كل الأحوال، وبالتالي أنا أتصور أن الجهاز الإداري والفني المنتخب اليمني مطالب أن يغلق الأبواب على مثل هذه التصريحات المثيرة، وأن ينهي أي محاولة للبلبلة على إعداده النفسي والمعنوي، وأن يركز أكثر في الجانب رفع الجانب المعنوي لدى اللاعبين والحالة النفسية والتكامل بين المدرب ولاعبين. وعموما المدرب سكوب مدرب صبور طبعا يعني وفقا للأحداث القائمة في اليمن يعني عانت قيادة اتحاد القدم اليمني في الحصول على مدرب يقبل
في التواجد على الأرض اليمنية وأن يقوم بجمع عدد من اللاعبين وأن يتابع المسابقات والدوري. فهو مدرب قبل التحدي، مدرب شجاع، مدرب صبور، مدرب يريد أن يضيف إلى رصيده، ووضع تكتيكيا وفنيا أنه بالفعل يعني يريد أن يقدم بصمة. هذه البصمة تصور أنه سيحدثها. نعم نعم طبعا إحنا نعم أستاذ وليد، إحنا نتمنى التوفيق إن شاء الله للمنتخب اليمني، بس تعذرنا لضيق الوقت أستاذ وليد. شكرا جزيلا لك على وجودك معنا أستاذ وليد جحزر، صحفي يمني في جريدة الزمن، وإن شاء الله راح نتواصل أيضا في الأيام القادمة. تحياتنا لك أستاذ وليد، وأيضا شكرا لوجودك معنا، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للمنتخب اليمني إن شاء الله بالتوفيق. نتواصل معاكم مستمعينا أيضا، إحنا اليوم راح نتكلم إن شاء الله في الدقائق القادمة على المنتخب العراقي واستعدادات المنتخب العراقي أيضا لخليجي 22، ومتواصلين أيضا معاكم لحبيب عبد الرسالة لمنتخبنا الوطني اللي وصل اليوم إلى أرض الرياض، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لمنتخبنا في خليجي 22. هنا مرور تسديدة خطورة، جول ثاني، جول ثاني، جول ثاني، جول. النونو، ما الذي تفعل يا علي؟ ما الذي تفعل يا علي في مرمى المنتخب البحريني؟ تبادل الكرة وصلت بشكل سريع إلى الأصبحي، التقدم الآن موجود، والكرة فيها تمرير، والكرة في الجول، والكرة في الجول، هو الوراق يكرم، فعلا فعلا جول، جول يماني يماني مع أطيب الأماني. يمن هيا الله بجماهير اليمن، والكل يا اليمن. واصلين معكم مستمعين الكرام في حديثنا عن بطولة خليجي 22، وكل الحديث عن أبرز أخبار هذه البطولة. وين نروح الحين سلوى؟ نروح لمستمعينا مرة ثانية، نرجع ونسمع الرسائل الإيجابية لمنتخبنا إن شاء الله. ناخذ متصل ونقول مرحبا، تعطيهم الأرقام. يلا خلاص المتصل معنا الحين. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا، حياك الله معنا. أولا ليلى، ليلى ليلى يا منتخبنا الغالي، معكم زكريا المعوني من ولاية الأبراج. حياك الله يا زكريا. كمل إنزين يا زكريا. لا هو يحضر يخلي شوي طاقة لمباراة المرات إن شاء الله. ولا تسخين. صراحة أنا تسخين، سعيد بقدوم كأس الخليج، وطبعا إن شاء الله متوجهين إلى الرياض إن شاء الله غدا إن شاء الله بمساندة مع رابطة الجماهير. جميل. وان شاء الله هذه فرحه نوفمبريه ان شاء الله. جميل. ان شاء الله. ايش الشلات الجديده اللي محضرينها ان شاء الله؟ اكيد اكيد، بس احب اهني صديقي وعزيزي الغالي عبد الرحيم الوهيبي من سكان روي بخصوص ابنته، عيد ميلاده تاريخ 18 نوفمبر. ما شاء الله، تاريخ مميز. ها تاريخ مميز، تاريخ مميز، تاريخ مميز. ولو انه احنا يا زكريا هذا ما وقت يعني تهنئة. اكيد اكيد افرح نوفمبرية هذه كصديق عزيز غالي علي. اكيد، بس عشان ما نفتح الباب للمستمعين انهم يهنوا وكذا، عرف حلقة تهاني خلاص بتكون. صحيح صحيح، بس انا اهم شيء ان شاء الله هالكاس هالمرة عمانية ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. واحنا ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق في الذهاب للرياض، وشد حيلكم ان شاء الله هناك في المدرجات ان شاء الله. ان شاء الله غدا غدا ان شاء الله. ان شاء الله خمسة من شباب معي، خمسة كلنا ما شاء الله عليكم. ننتظر اتصالك زكريا، ننتظر اتصالك من الرياض ان شاء الله. ان شاء الله بتصل اكيد فيكم، بتصل ان شاء الله. انت بس زكريا حتى لو ترسل لنا رساله او عن طريق 90456، واحنا فالك الطيب احنا بنتصل فيك على الرياض ان شاء الله عشان ناخذ جو الجماهير في الرياض. ان شاء الله ان شاء الله تمام بيوصل ان شاء الله. حياك الله. بالتوفيق بالتوفيق يا زكريا، وبالتوفيق لكل الرابطه ان شاء الله المتوجهه الى الرياض، وهذا الحماس للجماهير العمانيه ما شاء الله. أكيد. زكريا متحمس، روح المتصل اخر. السلام عليكم، مساء الخير.
السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. بيت الشارع سلوى. هلا المسكري. مساء الخير، شو اخبارك؟ حياك الله يعقوب. حياك، شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. يا هلا ومرحبا. اليوم ما تبعت برنامج بدري الحين، بس فتحت الاذاعه عشان تجهيزات للسفر بكره. يلا خير وبركه، اهم شيء تجهز للمنتخب ان شاء الله. فحبيت استفسر، هل مبادرات جديده لنقل جماهير؟ هل في اخبار جديده صارت؟ يمكن الجماهير هو طيران العمال. جماهير الرابطه او الجماهير بشكل عام؟ لا لا، الجماهير غير الرابطه، يعني في نقل بيكون من غير الرابطه للرياض للحين ما في نقل، بس في عرض من الطيران العماني، بس مو كثير يعني بكره نسميه عرض. لكن اذا سلوى، يعني انا صرت على قناعه تامه ان شركات القطاع الخاص ما في مبادره من نفسها، اذا ما في سن قوانين حكوميه يلزمها ما في. وانا تابع حتى القنوات الاماراتيه امس، في لحد الامس في 8 طائرات والعدد تزايد، يعني اللي بيشوف المباراه وما يفهم كره قدم بين عمان والامارات بيفكر ان المباراه في ابو ظبي. ما في مجال. باصين اللي بيروح باصين عن طريق الاتحاد العماني مشكور، وقابل 8 طائرات، يعني فرق كبير شاسع في الجمهور ان شاء الله. نتمنى ان يكون منتخب يا اخي القطاع الخاص، صراحه يعني احبطنا كثير ان شاء الله. يعني واحنا نشوف يعني اقول ان شاء الله من كم سنه، وكل شيء اكيد ان شاء الله، لكن ما في شيء في ارض الواقع. 8 طائرات لحد يوم امس، وعدد تزايد من رجال اعمال من دوله الامارات عشان مسارس منتخبهم. نعم. ما معنا احنا يا اخي رجال اعمال ما قطاع خاص ما يحسهم. نعم. ما في دعم للجمهور. نتمنى ان يسمع هذا الكلام. يعني انا يمكن طلعت برا الموضوع، لكن واحد يعني بالعكس يشوفه، بالعكس يشوفه يحس بالغيره يا سلوى، يحس بالغيره. يعني اكيد احنا يعقوب في نفس الموضوع، احنا تكلمنا في بدايه البرنامج عن هذا الموضوع، وانه يا جماعه الخير يا قطاع الخاص ادعموا جمهورنا، جمهورنا بحاجه لدعمكم، ايضا جمهورنا راح يدعم منتخبنا بمساندته. فهذه بالعكس الرساله. الاعلام تعب والجمهور تعب والناس ناشد، بس بلاش نختار خلاص، احنا فقدنا الثقه. يعني القطاع الخاص اذا ما في قانون حكومي يلزمهم، نحن ما نتأمل شيء. يمكن يجيوا إذا إن شاء الله منتخب حقق فوز، بيظهروا كشو في الجرائد في الصحافة. نعم. في الإعلام إحنا ندعم وإحنا معاك، وهذا اللي تكلمنا عنه. صح، وإحنا تكلمنا في هذه النقطة. نعم. أنا معاك أكيد. صح. يعقوب معاك أكيد في هذه النقطة، وفعلا إحنا كلنا مستائين من هذه النقطة، أنه جمهورنا اليوم ما محصل دعم من القطاع الخاص انه يسافر للرياض عشان يدعم منتخبنا، واحنا اللي عارفين انه احنا ما يعني مجموعتنا مو مع صاحب الارض والجمهور. صحيح. يعني عندنا مقاعد زياده في الملعب، مقاعد 40% للشقاء في الامارات، 40% اكيد بيكون فاضي اذا كان الا احنا ننتظر يومين، يعني بعد الاربعاء والخميس، ونتمنى ان صوتنا يوصل كجمهور كاعلام كمحبين لهذا الارض قبل ان يكون منتخب. احنا مع هذا الفقر. نعم. الانسان يجي منتخب، زعلنا على الاختيارات، زعلنا على المدرب، زعلنا كثير، احنا الحين ننسى كل شيء ونوقف مع المنتخب لانه يمثل البلد. طبعا كلامك جميل جدا يا يعقوب، اشكرك واشكر حماسك اكيد وخوفك على البرنامج يوميا حتى وقت البطوله. نعم، يوميا الى اخر يوم تاريخ 26 نوفمبر اللي هو اخر يوم من ايام الخليج ان شاء الله. بنفس التوقيت يعني من 8 الى 10. نعم، بنفس التوقيت 9 بتوقيت الرياض يكون. نعم، في ايام مباريات منتخبنا ما راح يكون في برنامج، راح يكون استوديو تحليلي لنقل مباراه منتخبنا ان شاء الله. وقت المباراه الثانيه يكون برنامج متواجد. ايوه متواجد ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله، شكرا يا سلوى. تحياتنا لك يعقوب، ان شاء الله نسمع صوتك من الرياض وتكلمنا ان شاء الله في الايام الجايه. بس جميل هذا الوعي من الجماهير العمانيه. أكيد. ومدى ثقه في الكلام، يعني يختلف شويه مدى الوعي لدى الجماهير، وحديث رائع من يعقوب. ان شاء الله نتمنى كل جماهير تكون بهذا الحديث، ونعرف ان الجماهير قاره ان شاء الله. ان شاء الله راح تكون مبادره شخصيه حتى من جماهير انفسهم انه يروح للرياض ان شاء الله. ان شاء الله، بس احنا مره ثانيه نكرر، ومره مو ثانيه وثالثه، للمره الالف يا جماعه الخير دعم للجمهور، جمهورنا بحاجه لدعمكم. القطاع الخاص ارجوكم. صحيح. يعني اناشدكم من هنا اليوم مباكر، وامس ناشدت وذكرنا هذا الكلام اكثر من مره، جمهورنا بحاجه، منتخبنا بحاجه لوقفتنا كلنا معاه، الإعلام، جمهور، شركات القطاع الخاص، المؤسسات الحكومية، كل شخص قادر أنه يدعم منتخبنا، أنه طبعا يدعم جمهورنا، لأن الجمهور هو اللي راح يقف هناك ويساند طبعا نجوم منتخبنا إن شاء الله على أرضية الملعب. جميل جميل. إذا نروح لمجموعة من الرسائل السلوى. بعض الرسائل على 90456، يعذرون الإخوان يعني ما لحقنا، طولت عليهم كثير ما شاء الله على الرسائل الموجودة اليوم. رسائل كثيرة والله واصلة. نتمنى للمنتخب كل التوفيق. طارق الشنفري، تحياتنا لك يا طارق، أتمنى نشوفك هناك في الرياض إن شاء الله. علي سالم العلوي منصور، تحياتنا لك يا علي، شكرا على كلماتك. مساء الخير سلوى، أتمنى اللاعبين بذل قصار جهدهم داخل الملعب وأظهرهم صورة مشرفة تليق بالكرة العمانية. و
بالنسبة للمدرب لقوان يتكلم عن تغييرات وغير. أتصور أنه هذا الكلام مو وقته أخوي. شكرا لك وتحياتنا أيضا على رسالتك. شكرا على وجودك معنا أيضا اليوم ومشاركتك معنا. منتخبنا تاج على راسنا الأحمر دوم عالي. نبي كاس عماني ماهر الكندي. مشكور يا الكندي إن شاء الله بوقفة الجميع. أيضا رسالة السلام عليكم يسعد مساكم جميعا. نتمنى أخذ الكاس للمنتخب وتكملة فرحتنا. وشوفتنا لسيدنا سلطان قابوس الله يحفظه آمين. وعمان نبض واحد أخوكم منتصر الخنبشي. تحياتنا لك يا منتصر. مدام الحسني والغساني ما يلعبوا من يلعب هجوم الله يستر. من أحمد الخابوري كل الشباب خير وبركة يا أخوي أحمد. طبعا عندنا في الهجوم عودة النجم هاني الضابط بعد غياب. عندنا استدعاء أمس طبعا سعيد الرزيقي اللي هو المعروف بسعيد الشلهوب. بعد إصابة محمد الغساني طبعا على طول تم استدعاء اللاعبين اللي خلف موجودين معنا. عبد العزيز المقبالي بعد في الهجوم. سعيد عبد العزيز مجموعة من اللاعبين ممكن ان نسجله ونعتمد عليهم ايضا في خط الهجوم ان شاء الله. أكيد. وكلهم مثل ما ذكرت فيهم الخير والبركة ان شاء الله. وايضا تحياتي لي شكرا لك ابو سلوى. ابو سلوى هذا شكله خلاص معروف الشخص. شكرا تحياتنا لك. لازم تنفذ الاوامر يعني عبدين. لا مو انا الكابتن عبدين يبى يسمع مباراة منتخبنا بتعليق يوسف سيف. منتخبنا نهائي كاس الخليج 19 بتعليق يوسف سيف. والركلة الأخيرة طبعا لا حط لنا الركلة الأخيرة لمحمد ربيع. هو يبي يسمعها بصوت المعلق الجميل يوسف سيف. طبعا يوسف سيف على فكرة راح يكون من ضمن المعلقين المتواجدين في الرياض وراح يعلق على مباريات الخليجي. واحد من أقدم المعلقين في الخليج من 92 تقريبا أو حتى من 90 من بدايتها نذكره. إحنا ما انولدنا بعد يوسف سيف يعلق ما شاء الله عليه يعني. وحتى كان انتشر الشايع أنه اعتزل. لا لا ما رجع يأكل مرة ثانية أنه هو موجود ما شاء الله. وإن شاء الله نستمتع ب تعليقه في كاس الخليج ان شاء الله. وخالد اللمكي تحياتي لكم والبرنامج رائع ونرجو التوفيق لمنتخبنا. وزين يلعب سعيد الخروسي راس حربه في المنتخب. لا لا والله خلي بعيد في يمكن يختاروك انت ما تعرف السنوات الجايه. شد حيلك بس يلا ان شاء الله. واخوكم العامر يمسي عليكم بالخير وكيف الحال والكاس يلمع والعين تدمع. وان شاء الله كاس خليج 22 يجي سلطنه وشد الهمة يا نجوم الأحمر. أخوكم العامري نجوم الأحمر شدوا الهمة وإحنا بعد كجماهير وإعلام وكلنا نشد الهمة معاهم. وإن شاء الله بالتوفيق يا رب لمنتخبنا. نسمع الهدف. لو سجل يلا. البطولة عمانية لو سجل البطولة عمانية. محمد ربيع ووليد عبد الله يقول كلمة. أوه عمانية 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 لعمان. فازت عمان بكأس الخليج 19. بطل كأس الخليج منتخب سلطنة عمان. يا لمن مشهد. صوتنا واحد قلو قلبنا واحد معك دوم منتخبنا نبضنا واحد. اسمع نبضنا واحد اللي فوق قلبنا واحد واللي هناك معك دوم منتخبنا. ايوه نبضنا واحد هي نبضنا واحد قلبنا واحد معك دوم منتخبنا نبضنا واحد. لجل عمان سدد فنان يا منتخبنا الفوز للسلطنة منا يا منتخبنا. لجل يا بمهارة وبجدارة اسعدهم
طير طير للمعالي، يا الغالي طير طير للمعالي، في قلب كل عماني انت اول وتالي، يا الاحمر يا الغالي طير طير للمعالي، فايز فايز منصوب بالله ومحروس محروس بالعين ان شاء الله، والله فايز فايز منصوب بالله يا سيدي محروس محروس إذن. ذكريات جميلة استمعنا لها من خليج 19، وإن شاء الله تتكرر هذه الحادثة ونسمع هذا التعليق الجميل، ومرة ثانية تقول يعني هذه الكلمة عمانية تتكرر في خليج 22 وأمام السعوديين، نتمناها بكل تأكيد إن شاء الله إن شاء الله. نروح لي في صورة وصلت معك على تويتر، هذه الصورة اللي قبل شوي ذكرها ناصر البطاشي، أيوة كان يتكلم أنهم فتحوا سووا هاشتاج خاص أو وسم على تويتر بعنوان نريدها هدية للسلطان، يقصدوا طبعا خليجي، حطين خليج 22 نريدها صحيح. هدية للسلطان، وهو ذكر أنه برسل لكم الصورة، فرسل الصورة جزاها الله خير، احنا بسوي لها إعادة تغريدة على صفحة البرنامج عشان ايضا الجمهور او المتابعين ايضا المغردين يشوفوا الصورة لمنتخبنا، منتخبنا انتم فخرنا وجميل، عشان ايضا بعد اتمنى انه نتفاعل مع هذا الهاشتاج او هذا الوسم، انا عن نفسي بغرد اليوم في الوسم ان شاء الله، حتى الحين عندك سعيد بتغرد على لا ان شاء الله ان شاء الله، معني شويه مبتعد عن تويتر لا لا ارجع على تويتر ان شاء الله الانستغرام ان شاء الله بنغرد على هذا الوسم خليج 22 نريدها هديه للسلطان. احنا بعد مستمعينا ذكرنا انه احنا راح نتكلم بشكل ايضا مختصر عن المنتخب العراقي واستعدادات المنتخب العراقي، خلونا نقترب اكثر من استعدادات المنتخب العراقي مع الكابتن هيثم خليل ناقد ومحلل عراقي. كابتن هيثم مساء الخير. مساء الخليج، مساء الأنوار، مساء بطولة الخليج. أهلا وسهلا كابتن هيثم، كيف أخبارك؟ الحمد لله بخير وسلم، كيف أمورك؟ عساك طيب. حياك الله كابتن. مساء الخير لكل المستمعين، حياك الله بالخير. وطبعا حديثنا اليوم عن المنتخب العراقي وآخر استعدادات، نعرف أن شوية الشارع الرياضي يعني ما راضي شوية عن حكيم شاكر، نتكلم شوية هيثم عن طموح المنتخب العراقي وحظوظه في المنافسة على لقب بطولة خليج 22. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما ذكرت انت تفضلت الان انه فعلا الجمهور العراقي اكيد هناك انتقادات كبيرة حقيقة تعرض لها الكابتن حكيم شاكر وتعرض لها اللاعبين العراقيين، ومثل ما تعرفون ايضا حجم المعاناة اليومية في العراق يعني الظروف غير الطبيعية اللي يمر بها العراق حقيقة، يعني هذه الظروف لو تواجه أي منتخب من الصعب أن يشارك وأن ينافس، إنه أيضا الإعداد تعرفون إنه الإعداد هو عامل مهم جدا طبعا كل المنتخبات. المنتخب العراقي يعني إعداده كان فقير جدا، تعادل في مباراة مع البحرين وبعد ذلك تعادل مع اليمن، عفوا تعادل مع اليمن وتعادل مع البحرين، إعداده اقتصر على مباراتين فقط. فبالتالي أنت عندما تدخل إلى بطولة وإذا كنت تريد أن تنافس يجب أن تكون مرحلة الإعداد طويلة وتدخل مباريات تجريبية وتحضيرية أسوة بباقي المنتخبات. حكيم شاكر هناك انتقادات لاذعة من قبل الجمهور العراقي يوميا في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني الرجل أنا يمكن تواصلت معاه قبل يومين كان مستاء جدا، يعني حتى أنه قبل أن يصلون إلى الرياض يعني كانوا قد توجهوا من بغداد إلى محافظة البصرة التي كان يعني يفترض أن تستضيف البطولة، لكن عموما الجمهور هناك رفع لافتات بعدم الرغبة في خوض المنتخب العراقي واللاعبين معسكر إعدادي في البصرة قبل الذهاب، لأن يعني الأجواء مقاربة إلى أجواء المنطقة في الخليج قبل الذهاب إلى الرياض. فبالتالي يعني كل هذه معاناة، كل هذه ظروف صعبة تواجه الفريق واللاعبين، والأدهى من ذلك أعتقد اليوم يمكن سمعتوا أنه قائد الفريق يونس محمود أصيب ولن يشارك في البطولة، هذه يعني تم استبعاده، فهذه أيضا ضربة قوية للمنتخب العراقي على اعتبار أنه يونس قائد الفريق صحيح. يعني الملهم لثقلة طبعا في المنتخب العراقي يونس محمود،
نعم نعم. يونس محمود يعني اسم كبير وهداف ولاعب يعرف طريق الشباك، والفريق العراقي حقيقة لا يمتلك لاعبين في خط الهجوم خصوصا، يعني هذا هذه الكرة العراقية التي أنجبت نعم. أسماء مرعبة على مر العصور والأجيال، اليوم تعاني في هذه في خط المقدمة. يعني إذا ما ذكرت يمكن القائمة الطول، يعني يكفي وجود حسين سعيد صحيح. الهداف الثاني التاريخي للبطولة بعد جاسم يعقوب المرعب طبعا وعلي كاظم وفلاح حسن وأحمد راضي وأسماء كثيرة حقيقة. اليوم الكرة العراقية تعاني في خط المقدمة. نعم كابتن هيثم، طبعا بتأكد غياب كابتن المنتخب العراقي يونس محمود بالإضافة للمعاناة اللي يعانيها المنتخب العراقي، على أقل تقدير لربما النتائج المتوقعة أنه مثلا يحققها المنتخب العراقي على الأقل في أول ظهور له مع المنتخب الكويتي، وراح تكون أكيد مباراة خاصة للمنتخب العراقي مع المنتخب الكويتي. طبعا مثل ما تعرفين حضرتك أنه هذا هو ديربي، يعني هناك حقيقة ديربيات سنشاهدها تباعا يوم الخميس والجمعة. نعم ديربي عمان مع الإمارات وديربي وأيضا قطر مع السعودية وديربي العراق مع الكويت مع المنتخب الكويتي. فهذه ديربيات حقيقة سنشاهدها يعني نتابعها. نعم جميل. بالنسبة للاختيارات الفنية اللي وضعها حكيم شاكر، نعرف أن استبعد على عبد الزهرة وهم اللاعبين المؤثرين خلال البطولات السابقة، أيضا خلال اختيار لاعبين يعني حكيم شاكر كان محضر 34 لاعب، وبالتالي هذا رقم كبير بالنسبة لي قبل أيام قليلة قبل انطلاق البطولة. نعم شوف على هو مستوى يعني غير مقنع بالفترة الأخيرة، فبالتالي استبعد حكيم شاكر. حكيم استدعى لاعب من أصول أمريكية هو عراقي طبعا، جاستن ميرام تقريبا. نعم هو جاستن ميرام لاعب كولومبوس الأمريكي صحيح. هو لاعب عراقي ويقيم في واشنطن، يحاول أن يعوض بي ولاعب لديه سمعة خارجية، لكن حقيقة كعراقي لم نتابع هذا اللاعب ولا نشاهده. وهو بعد كابتن ما متعود على جو الخليج، يعني ما أعرف كيف حيتأقلم كيف يتوالف مع الآخرين يعني هذه مشكلة طبعا. يمكن الاختيار الفنية صعب شوي اللي حكيم شاكر يعني أنتم يمكن رياضيين وما أعرف سلوى أنت يعني متابعة جيدة أنا أعرف قديمة متابعة قديمة المنتخب العراقي بس ما مبين عليك قديمة عموما يعني يعني هو من هذا الباب يعني ما الفريق ايضا حتى انه كان هناك انتقاد لعدم استدعاء للاعب المخضرم كرار جاسم لاعب محترف في الدوري الايراني. اليوم الانباء تشير الى انه استدعى كرار بدلا عن يونس بعد اصابه يونس. فيعني هناك حقيقه الفريق العراقي اذا تكلم عن حظوظ الفريق اذا على الامور الفنيه يعاني في خط الدفاع، هناك بطء خصوصا في قلبي الدفاع، وكان ايضا يعاني من غياب علي حسين رحيمه بسبب الاصابه نعم. اللي اصيب حقيقه ولن يشارك مع الفريق صحيح. في البطوله نعم. يعني اسماء مهمه جدا. نعم هناك غيابات مهمه، هناك لاعبين في قلب الدفاع سلام شاكر واحمد ابراهيم وسلام يعاني من البطء في الدوران، يعني كان هناك اخطاء كثيره رغم خبرته يعني واحترافه سابقا في الدوري القطري. نعم المشكله انه هو سيعول على بعض المحترفين اللي احنا يعني الجمهور كله ما شايفهم العراقي والخليجي صحيح. ومثلا ياسر قاسم المحترف في دوري الدرجه الاولى في انجلترا سيكون متواجد، وهذا اللاعب لعب مباراه واحده رسميه مع الفريق في تصفيات بطولة كأس آسيا لعبها نعم. مع الصين وأيضا هناك جاستن ميرام يمكن يشرك أو لا ما أعرف كأساسي جميل. أيضا هناك علي عدنان لاعب نادي ريزا سبور التركي وهو نعم. من العناصر المهمة وأنتوا شايفيه أكيد في صحيح تألق في كأس العالم للشباب اللي استضافته تركيا نعم. يمكن المنتخب العراقي يحدث مفاجأة لأن أغلب لاعبين لأول مرة ولاعبين شباب وبالتالي يحب يثبت. ما وافقك الرأي ليس أول مرة لبعض اللاعبين طبعا لبعض اللاعبين مراحل في منتخب تحت 22 سنة ولعبوا مع منتخب الشباب معظمهم نعم. لكن هناك إضافات لاعبين يعني مثل ما ذكرت لك استدعاهم من خلال ضغوط هناك بعض اللاعبين يعني ضغط عليه الجمهور نعم. في مواقع التواصل الاجتماعي ما استدعاهم حكيم من ضمنهم اللاعب نادي الميناء البصري علي حصني اللي ما استدعاه وبالتالي تعرض
حكيمي لا حمله من الانتقادات. نعم للأسف. الله يعينه حكيم شاكر من البدايه. عموما المنتخب العراقي الله يعينه. نعم يعني مو عبالكم بس بولوك ون يعاني من الانتقادات. والله يا كابتن هيثم كل كل مدربين في العالم يعانوا. لا بس بس بالعراق غير يا سلوى. بالعراق حتى تهديد يهددون يهددون جزء حكيم غير. نعم الحمد لله عايشين. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. لله الحمد. الله يديم نعمة الأمن والأمن. هناك العمل صعب جدا يا سلوى. نعم نعم أكيد ندرك هذا الشيء. وأيضا هذا الشيء أيضا يعاني من المنتخب اليمني الشقيق. نتمنى إن شاء الله بإذن الله التوفيق لكل المنتخبات. يعاني منه نعم بس لكن هناك نعم. فرق بالتاريخ. يعني أكيد طبعا. نعم إن شاء الله نتمنى التوفيق للمنتخب العراقي أيضا وأن يقدم مستوى فني كبير في هذه البطولة يليق باسم أيضا للمنتخب العراقي حامل لقب 3 مرات. شكرا لوجودك معنا الكابتن هيثم خليل ناقد ومحلل عراقي. كابتن إن شاء الله راح نتواصل في الحلقات القادمة بإذن الله. شكرا شكرا سلوى. شكرا حياك الله يا كابتن هيثم. شكرا جزيلا. كان هذا الحديث عن المنتخب العراقي مثل ما ذكرنا يبنى الظروف كلها للمنتخبات يعني ما المنتخب نعم. العماني يعني منتخبنا خلاص كل المنتخبات في نفس المنوال. إذن هذا الهدف ليونس محمود كابتن المنتخب العراقي اللي للأسف الشديد جدا ما راح نشوف يونس محمود في خليج 22. فقدنا يونس محمود في منتخب العراقي. خلفان إبراهيم المنتخب القطري. منتخبنا عماد الحوسني. من المنتخب السعودي حسن معاد والشهراني. من مين بعد يعني هذه الاصابات على فكره هذه اغلبها من هذه الاصابات طبعا تم استبعادهم. يمكن عابدين يسالك الكوتش وين جمهور العراق. الجمهور العراقي موجود. وينكم يا العراق وينكم يا اهل بغداد اريد اسمع سمعوني. هذه من الدبكات الجميلة والشلات الجميلة للجماهير العراقية. وراح على فكرة يصير في تنافس كبير للمنتخب للجماهير في الشلات ابتداء من اليمن وحتى العراق طبعا. صحيح. وكل طبعاً المنتخبات بطولات كأس الخليج مثل ما ذكرنا الأمر ما محصور فقط في الملعب. نعم. إعلاميا جماهيريا فنيا طبعا راح يكون تنافس كبير وانتظر بس يعني خلنا ننتظر يوم الخميس ونشوف إيش راح يكون خاصة مع السعودية وقطر. ننتظر مباراة الافتتاح مثل ما ذكرنا درب كبير راح يكون ما بين بلدين كبار. نعم. ولو تلاحظ السلوى احنا محظوظين في المجموعات اللي وقع يعني مجموعات هذه البطولة السعودية قطر ايضا البحرين وقطر. معنا ايضا العراق والكويت العمان والإمارات. مباريات دربي ولها واقع خاص في دول الخليج وحنا في انتظارها إن شاء الله. إن شاء الله. احنا مستمعين وصلنا معاكم للختام. قبل الختام بشكل سريع فريد على تويتر يقول شكرا لك يا فريد. تمام تمام يا فريد شكرا لك. أتمنى التوفيق لمنتخبنا إن شاء الله. مشكور على كلماتك الطيبة وشكرا لكل من تفاعل وتواصل معنا بشكل سريع. أبو المر السعدي شكرا عبر الرسائل والعامرة تحياتنا لك ويتمنى التوفيق لمنتخبنا. من حمتوت جمعا هذا لاعبنا القديم منتخبنا القديم ما شاء الله. على فكرة هو يتواصل معنا دائما وإن شاء الله إحنا نحاول نتواصل معه في الأيام الجاية إن شاء الله. بخصوص يا أبو سارة حاب يسمع تعليق يوسف سيف في المباراة النهائية منتخبنا والمنتخب السعودي. إحنا حطينا قبل شوي يا أخوي لكن هو لو تكمل في فكرة معينة يقول على نهاية كل برنامج ونهاية الحلقة نحط هذا عشان نذكر شو اللي آخر العماني. حصولنا إيش أول ما نبدأ مش نقول بسم الله وتكون نهاية البرنامج كذا قصده هو. أيوة كذا طريقة جميلة وصلت عشان البرنامج. مشكور يا أبو سارة تحياتنا لك وشكرا لكل من تواصل والكوتش وتفاعل معنا اليوم. شكرا لك سعيد شكرا على وجودك معنا سعيد الخروصي وإن شاء الله نلتقي إن شاء الله في حلقات مقبلة
إن شاء الله. ونذكركم فقط أن بتغطية القناة الرياضية راح تكون متكاملة إن شاء الله من خلال هذه البطولة إن شاء الله. ولو تلاحظ يا سلوى أن في بعض الفلاشات اللي تطلع على القناة الرياضية بعبارة النبض الواحد على مدار اليوم يعني نعم. وهذا تشجيع للجمهور العماني أن نكون إن شاء الله نبض واحد وإن شاء الله نحقق هذا اللقب ونجي من الرياضي لهنا إلى مسقط إن شاء الله. إن شاء الله. كل التحية والتقدير لكل من تواصل وتفاعل معنا اليوم عبر الرسائل والاتصال والتغريدات. موعدنا معكم مستمعين إن شاء الله في الغد في لقاء رياضي جديد يجمعنا معكم في خليج 22. كنت معكم في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية, ورافقني اليوم ضيفنا طبعا مو ضيف أنت مذيع خلاص سعيد بن محمد الخروسي. تحياتنا لك يا سعيد. شكرا كل التحية والتقدير لكم مستمعينا, وشكرا لك كابتن عابدين بن محمد دبلوجي كان معكم في الإخراج. إلى اللقاء إن شاء الله. شكرا.